الحمد لله صافا، لاباس عليك، كل شيء مزيان. لا بس خير ماذا شكرا بزاف. انا طلعي في الله هدا بيان. على كيف اللايف مباشرة. شكرا بعد على هاد اللايف اللي كتعمل، شكرا بزاف. كتخلينا نسيخو قلبهم وليلي الشرف اللي طالعه معاك. انا اليوم ما عمري كنت كنظن انا شي نهار غادي نطلع معاك، حيت انا دايما كنسمع القصه ديالك، ولكن ما كنتش كنظن حتى انا غادي يوقع لي هادشي هذا وغادي نطلع معاك. كتسمعني خايفه داك تسمعك مزيان؟ مزيان الصوت ديالي واضح؟ الاخوان، الصوت الصوت ديال ديالي يعني شنو سميه واضح مزيان؟ مسعره، شنو سميه المسعره بعدا؟ انا عطيك مريم. مريم، نعطيك مريم الله يحفظك مريم. الاخوان الصوت ديال مريم مش واضح، مش واضح. الا كان يعني صوت واضح ديالي. كتبوا لي 5 5. الا كان الصوت ديال مريم واضح كتبوا لي 5 5. مريم تفضلي، شنو كنتي تقولي بعدا قبل ما نبدا؟ قلت لك خايبه دار، كنشكرك بزاف بزاف على حبيبي هذا اللايف ديالك وليدي الشرف اللي طلعت معاك اليوم. الله يحفظك. وخايبه دار انا ما خصنيش نبكي نهائيا في هذا اللايف هذا، خصني نخوي اللي في قلب ديالي، خصني نخوي تنسى لي. عاد لا بغيت نبكي نبكي، انا خصني نخوي قلبي، لان القلب ديالي عامر بزاف وما عمري انا كنشكي على شي واحد، حيت انا بالطبع ديالي ما كنرضاش. خايبه دار ما نكذبش عليك، لينا الصراحة. نعم خايبة دار وي، صوت ديالي بدل ياك، صوتك صوتي مبدل، مبدل. تقدري تدخلي قاعد تفرجي تأكدي واش صوتك مبدل وباش تهضري لا لا بأريحية. لا، انا اصلا ما عنديش شي تليفون اخر، هذا اللي عندي غادي نهضر فيه. مرحبا، قلت لك خايبة دار، انا في عمري 38 سنة، ما شاء الله بنت 86. ما شاء الله. حنا خايبة دار، انا بنت الجبل، عرفتي؟ من بنت الجبل يعني خلقنا الجبل، ولكن شنو حنايا هودنا صغارين الجبل، ماشي هودنا كبارين. هودنا حنايا بنات بزاف بينا، حنايا بنات تبارك الله 8 بينا، ولكن العزارة غير جوج. حنايا هودنا من الجبل، حنايا 3 بينا هودنا، مهم عيب بنات الصغارين ما كنعقلوش. ولكن خوتي الكبارين هودو يعني كبارين، هودو كبار، حيت انا خوتي دابا كبارين. يعني نقول لك انا ملي شلت عيني جبرتهم انا مزوجين، كاين خوتي اللي جبرتهم مزوجين ما كنعقلش على العز ديالهم. حنايا با الله يرحمه كان ممنوع المدرسه، يعني بنت ما تقراش، لا قرات بنت مدرسه كتفلسه. يعني واخا حنايا مربيين في المدينه، خارقين في الجبل ولكن مربيين في المدينه، ولكن با كان ديك ولد الجبل، المدرسه العزارة تكورة واخا يقراو، ولكن بنت ممنوع عليها مدرسة. البنت ملي كتبان شويش خاصها تزوج وتمشي بحالها من الدار ديالها، ولكن قبل ما تزوج وتمشي بحالها من الدار ديالها كان ملي كنبانو شتيتو ان شاء الله كنكملو ديك 12 عام، كيدخلك المعلم اللي كيعلم الماكينة الخياطة ياك، كيدخلك تما كتبقى تتعلم. ملي كتعلم كتلاقي يدك كيدخلنا شركات غير صغارين، اللي كدخلك بلا لاكارت بلا حتى شي حاجه. نهار اللي كتجي نجنه او اللي كتجي نجنه كتشوف واش كاينه قاصرين في الشركه كيخبعك، يعني الباترون يخبعك، انت ما كتبانش نهائيا. يعني انت خدامه عندك 12 سنه ولكن يعني ما كتبانش، ما كي فهمتي ما كيديك راري بيد ما حتى شي حاجه، يعني كتخدم كتخلص. يعني واحد المده بقينا هيداك خدامين، كنتخلصوا كنجيبوا الحصه الدار ديالنا، يعني هذه مساله عاديه يعني صافي. الا تكملت 16 عام، كملت 16 عام تحط واحد الشركه كنخدم بالثمن صافي، طلقت يدي في الخياطه خدامه مزيان، حتى كنربح حتى انا الثمن في عمري دابا 16 عام. واحد النهار خاي طاح عنده الموتور، خاي طاح في الموتور، كان ماشي وطاح في الموتور، طاح وتقصح. تخي خدام في الشركة ولكن ماشي في نفس الشركة، أنا وياه هو في شركة وأنا في شركة. طاح، جاو الناس يطلعوا عليه، جاو الناس الشركة ديالو يطلعوا عليه، جاو بنات والدراري، جاو هذا السيد اللي مجوجة به أنا حاليا حتى هو جا معاهم. الصوت ديالي واضح خايبة واضح طريقك؟ ياك، الصوت ديال واضح اخوان، صوته واضح. انا بعدا نسمعك مزيان، عافاك كلشي بالك على جوج. ياك جاو البنات والدراري جاو يطلعوا على خي اللي طاح بالموتور اللي تهرس وما كان مدقدق مزيان، جاو يطلعوا عليه.
هذاك السيد اللي مجوجه بي انا تا هو كان خدام معاه، تا هو جمعهم اخي بدر. يعني ما نكذبش عليك، انا شفته كيشوف فيا غير من تحت من تحت، يعني ما بغيش يعيق. انا بيدي عيقت به، تا انا كنشوف فيه غير من تحت من تحت، انا ما بغيش نعيق، ما بغيش نعيق قدام خوتي وقدام اصحابه وهذيك. يعني انا عجبني في الاول، عجبني ما نكذبش عليك اخي بدر، عجبني كنشوف فيه منية ديالي. انا اخي بدر كنعاود لك من قلبي، قسما بالله اللي كنعاود لك من القلب ديالي. انا كانت عندك 16 لها شو هيك؟ لا دابا طالعه في 17 عام، يعني انا 16 عام دخلت نخدم في معمل الخياطه، يعني دخلت نخدم في معمل الخياطه، يعني قلت لك دخلت نخدم بالثمن ديك الساعه ملي كان 16 عام، دخلت نخدم في شركه كبيره شويش، يعني بالثمن كنت خدامه يعني في شركات صغار نعيده بحال كراج فيه 12 الناس 15 الناس صافي. يعني ملي كملت 16 عام مشيت نخدم بالثمن، يعني بالثمن، يعني ديك الساعه كنت خدامه بواحد 9 درهم في الساعه، فهمتي؟ 8 درهم في الساعه، فهمتي؟ حيت انا كنت خدامه في شركه صغارين غير ب 4 درهم في الساعه، ديك الساعه 3 درهم و50، فهمتي؟ هاد الشيء اللي كنقول لك انا بديك 2000 2001، هذاك الشيء بديك الساعه هذيك، فهمتي؟ اخي بدر كملت 16 عام دخلت نخدم في الشركه، ديك الساعه هاي طاح بالموتور ديك الساعة 16 وزيادة، يعني راني 16 وشي 6 شهور هايداك، يعني شي 16 فايتة 16، فهمتيني؟ اللي خايب طاح بالموتور كنت فايتة أنا 16، باش يعني تمشي معايا بدقة بدقة، كنت فايتة 16 خايب طاح بالموتور، خايب طاح بالموتور، جاو الدراري جاو البنات. هذاك الولد اللي مجوجة بي حاليا دابا بقات يشوف فيا غير من تحت من تحت، انا بدي بقيت كنشوف فيها خايبة طار غير من تحت من تحت. انا عجبني خايبة طار في اللون ما نكذبش عليك، يعني باقي ما هضرت معاه ما سي شي حاجة، انا شفت له غير الوجه، يعني عجبني في الوجه ديالو في الشكل ديالو، يعني باقي ما هضرت معاه ما سي شي حاجة. صافي نزلنا لهم اللي كتب الله، نزلنا لهم الحلوى الرغايف، المهم العادة ديالنا كنزلو نطيبو. صافي اللي كان ماشي بحالو، يعني بقى كيشوف فيا هيدا بقى نفسه كيحك في ودنو، زعما خصني راقب التليفون. كان باقي ما كاينش يا خايبه دار الواتساب وديك هاد الشيء، هذا باقي تليفون عادي وصافي، كان عندي التليفون عادي، كنا كنقولوا له النوكيا الكاتيل تحقن عليهم يا خايبه دار ياك. هادوك كان عندي التليفون صغير، تا هو عنده التليفون صغير. جيت انا شبرت ملي حكي لي هيدا خصني نعطيه النمره باي طريقه، صافي هو بقى كيتسلف في الخيوط السبردينه، جيت انا شبرت وسيبت له ديك النمره. المهم ملي سيبت له ديك النمره اختي الكبيره شافتني سيبت له النمره، قالت لي شنو عملتي امريم؟ قلت لها المهم هو بقى كيشوف لي، انا غنشوف لك كان فيه الخير وهذاك ما كانش فيه الخير. صافي هو بقى كيشوف لي واحد الشوفه هضر معايا غير بعينه، خصو النمره نعطيتها له، هاي سوني عليا كان فيه الخير وهذاك ما كانش فيه الخير. صافي قالت لي شوف امريم انت باقا صغيره، عندك يضحك عليك بحال وقع لاختك، عندك يوقع لك بحال وقع لاختك، بعد الا كان عيضحك نهار اللي تلاقات نمشي معاك. قلت الحق وبالله هو واخا صنع عليا، بقيت كنهضر معاه هو كيهضر معايا كنهضر معاه هو كيهضر معايا. الساعه قال لي نتلاقاو، قلت له واخا نتلاقاو. ديك الساعه تلاقيته مشيت لعندو، ما ديتش اختي ما نكذبش عليك اخاي بدر ما ديتهاش، مشيت بوحديتي مشيت لعندو تلاقيته، وبقينا خارجين انا وياه كنتحدثو. ما نكذبش عليك ديك التهويده ديالو ما عجبتنيش يا اخاي بدر، ما نكذبش عليك ديك الهضره ديالو. هو ولد الجبل، هو ماشي بزاف كان باش جا من الجبل كيخدم في الشركه، ما كانش عنده بزاف، ما كانش عنده حتى عام تضمن المنطقة اللي ساكنة فيها أنا دابا، تاع ما عندو شي، كان ولد الجبل جا عندي، هو النية ديالو زعما مسكسب، جا عندي بواحد كبة كبيرة عليه، معاه هو تعب واحد الثروة كبيرة عليه. المهم أنا كنقول لك اللي كاين واحد الحالة، يعني الحالة ديالو يعني ملي جا بيها. المهم بقيت عايدة كنمشى معاه كنضحك معاه كنهضر معاه، وهو مكتبش عليك خايبة دار كاين هادشي اللي نقدر نقولهم لك عندك ما تبغيشي، أنا اللي بقلبي خصني نقولو. هو ملي كيهضر معايا واحد الناس ما كتخرج من دوك كريهة، فهمتيني ياك؟ فهمتك. واخا عادي نقولها لك ياك، قولي راحتك اي حاجة قوليها. المهم انا ما عجبنيش داك الشيء، ما عجبتني ما عجبنيش. اللي كيهضر معايا اللي كيقول لي نقول له واخا حتى حاجه ما قلت له لا، قال لي غنتزوج بك، قلت له واخا نتزوج، قال لي غنتعاوني في الزمان عاد رجعت خدمتيني عندك الخياطه، وانا عندي الخياطه انا عاد بديت فيها، وانتينا عندك الخياطه دابا تبارك الله راه انتينا بديتي كتعلمتينا راه دابا شي عامين وانتينا فيها ولا 3 سنين وانتينا فيها راه بديتي كتعلم. حيت انا قلت له شحال عندي الخياطه، راه ملي كانت عندي 12 عام وانا كنتعلم، دابا راه طلقتي دابا راه مزيانه،
قال لي انتينا دابا انتينا يعني كتربح احسن مني وهذاك. المهم بقينا كنتعاودو هيدا التعويضه ديالو غير هيدا، تعاوني على الزمان وغادي نعملو وغادي خصنا نعملو الدار خصنا نعملو. المهم التعويضه ديالو غير هيدا، انا حتى حاجه ما كنقول لا، اللي كيقول لي كنقول له واخا. هو ديك واخا ديالي عجباتو خايبه دار، عجباتو بزاف. ديك اللي كيقول لي كنقول له واخا، اللي كيقول لي يعني عجباتو. هذيك الساعه صافي هي هذيك دورنا بسلامه بسلامه، كل واحد مشى بحالو، الاتصال بيناتنا. ملي جات وعاودت لاختي قلت لاختي شني كاين وشني كاين وشني كاين، ديك السيد والو انا ما ارتحت له شي، ما عجبنيش. وهذاك النهار كدار هنايا عجبني المدار ديالو، كان لابس معوض، كان لابس كاسادور الدجين، كان لابس سروال الدجين، كان لابس معوض. دابا شنو عندي بصيصات بديك الحاله وبديك دقمو فيها البطاطا في سنانو، باقا البطاطا في سنانو، انا ما عجبنيش يا اختي ما نكذبش عليك. وهي تقول لي شوف اختي هذا هو الرجل الخبز، هذا هو اللي صالح لك، هذا هو السيد باقي جبلي، هذا هو الرجل الخبز اللي غادي يصلح لك. صافي توكل على الله، ما بقاوش ولاد الناس اللي خصهم يتزوجوا، ما بقى خصهم غير اللي يضحكوا على البنات ويسمحوا فيهم. انت شتي اختك شنو وقع لها؟ خصك يوقع لك بحال اختك. واختك ما فهمتش هذه ثاني مره تقول لنا اختك ما علاش وقع لها؟ اختي دابا فهمتي انا يعني انا عاود لك القصه ديالي. اختي كان ضحك عليها واحد وحملها وسمح فيها، فهمتيني ياك؟ هذه هي قصه اختي هذه. علاش كتقول لي اختك ملي حملها وسمح فيها؟ يعني المهم كاس عليها العذاب، مسكينه بزاف مع با الله يرحمه، مع يما، مع خوتي الذكوره. خوتي الذكوره معنا شي بزاف، حنا البنات اللي بزاف، حنا البنات 8 بينما الذكوره كاينه غير جوج مع خوتي الذكوره. المهم كاس عليها العذاب مسكينه. قالت لي شوف هاتي اختي خصك شنو وقع لها، كانت باش معاها بالنيه وعلى الحب وكان غيتزوج بها، وفي الاخر شوف شنو اللي وقع لها. من احسن توكل على الله مشي معاه بدقة بدقة، لكن عيد جوج بك عنده كله يجيب والديه من الجبل ويجي خطبك. قلت له متأكدة أختي؟ قلت له أنا متأكدة من أحسن كمان معاه. قلت له بالنسبة لي اللباس تيني ملي تمشي عنده علمو يلبس، وبالنسبة لندقمو تيني ملي تمشي عنده شري له كركاطو في الشتاء وقول له هاك حك سنانك، تيني مالك هاديك وعلى يدك. صافي بقيت كنفكر، قلت له عاقلة عندي على الهضرة. صافي الدار ديالنا عندينا كتشوف، الدار ديالنا خصك عاد تخدم وتجيب لهم نسات خوتي هاهما ساكنين معانا، يبقاو يعملوك فحال شي خدامه. خصك هاللي تقول لك ركب لي العايل، هاللي تقول لك ركب لي العايله، هاللي تقول لك تسخلي، هاللي تقول لك جفف لي. انا من احسن نمشي نتزوج على راسي، اللهم نمشي نخدم في داري ونعمل داري ونعمل ولادي ونبقى تراس عليهم هنايا. هادشي اللي قالت لي اختي وقلت يعني انا هادشي اللي دورت في راسي، هادشي اختي اللي زادت لي في راسي، ماشي انا دورت في راسي. ولكن انت انا جبرت الهضره اختي صحيحه. هو عيط لخاي، هو عيط لخاي عندي قال له اختك مريم قلت لك ياك اخاي مريم اختك مريم صافي عجبتني وهادي، ودابا انا خصنا كرهتي نجيب والديا ونجي نخطبو. قال له واش هي في راسها؟ قال له هي في راسها، راني هضرت معاها عطاتني هضره هضرت معاها ودابا كرهتي نكره. انا ما صافي ما بقاش زعما خصني نخرج من هذيك، انا خصني نتزوج بها عندي كان نتزوج. قال له اجي مرحبا بك، حنايا خايبه دار، حنايا الدار ديالنا لا خاي ولا با الله يرحمه ولا يما ولا هادي ولا ماما ولا هادي، حنا ما عندناش شي تمن العز على البنت. شنو ما عندكمش؟ صافي اللي جاي ما عندناش شي تمن العز على البنت، اللي جاي خطب الله يجيب التيسير. صافي يكون عنده ولا ما يكونش عنده، ما كاينش. حنا يما كانت كتقولنا البنت كبرت بانت تمشي للدار ديالها. عفاك دير الميكرو بحال دير الكيب. انا الكيب زعما هي ديك البافيات، هو هذاك السماعات. اسمع عاملها، تقدري تحيديهم تشوفوا يبارك على جيم وبارطاج. واخا كلشي دير جيم وبارطاج. هضري دابا مزيان، دابا صافي شوف دابا واش مزيان. غنشوف بلاتي نزيد لك التصوير من عندي. هضري دابا عفاك. قلت لك حنايا با الله يرحمه ولا يما ياك ولا ماما كيقول ملي كنقولنا البنت ملي كتكبر وكتبان ياك كتسمعني دابا ياك كنسمعك
خاصها تزوج وتمشي للدار ديالها، ما تبقاش الدار ديالها. بنت اللهم يقولوا بنت مرت فلان او يقولوا بنت فلان. هيداك الصوت. مريم كلشي درتي مزيان مزيان باش ما يكونش اللايف زي مو بارطاجيو، كتبوا لنا المدن ديالكم باش ما يتبلوكوش اللايف. الكونيكسيون هضري دابا مريم. تسمعني قلت لك كنت قلنا صافي بنت ملي كتمن خاصها تمشي بحالها من الدار ديالها، اللي جاي خطبه ماشي الله يجيب التيسير صافي، ما كيعملش علينا العز، يكون عنده ولا ما يكونش عنده، هو يكمل من عنده، يكون عنده الفلوس ولا ما يكونش عنده الفلوس صافي. جا خطبني، جا بيماه، جا خطبني، جا هذيك قال لهم شوف انا ضعيف وما عنديش شيء، انا الجهد ديالي انت قد وقدم، المهم واحد فلوس يعني واحد مبلغ قليل بزاف اخاي فهمتيني، شحال بلا ما نقول لك في اللايف ماشي مشكل يعني 2500 درهم بيه. هي اللي عنده قلب هادشي في الالفينات، هذيك الساعه انت كانت ديك 2000 وزوج وراك داخلين 2003 لا راه مبلغ الساعه 50000 ريال كانت مبلغ ديك الساعه، لا 2500 درهم راه ديك الساعه انت الناس كانوا كيمشيو خايبه دار ب 400 فرانك ب 4000 درهم كانوا كيمشيو، 5000 درهم هذا كانوا كيمشيو يعني عاقله فهمتي، واخا ماشي مشكل كملي لي يعني كانوا كيمشيو 4000 5000. المهم قال لهم انا هذاك الشيء اللي غادي عندي، قالوا ماشي مشكل صافي الله يجيب التيسير، الله يرحمه الله يجيب التيسير الله يكتبو بالخير صافي. مشي بقيت كنخرج معاه مره مره، خرجت معاه بزاف، قال لك خصو يضرب قاعد صدق صافي، عطا الفلوس خصو يضرب قاعد صدق، هو الفلوس عطاهم نهار الخطيبه نهار اللي جاو مهمه، نزل فلوس على الطابله، نزل فلوس صدق على الطابله فهمتيني هاي بدار، قال لها فلوس صدق دابا اجل معايا فوقاش عند المصدق، قال له بالله يرحمه لا بغيتني فوقاش ما بغيتي وجد كواعد ديالك ونوجدو حنا كواعد ديالنا صافي ضربو صدق صافي، هو وجد كواعد ديالو ما بين الخطبه وضرب صدق شي 10 ايام هيداك وصافي صافي داكشي اللي كاين بين الخطبه وضرب صدق صافي، ضربنا صدق ما ضربنا صدق خايبه دار، انا بحال كنتهرب منه فهمتيني يعني بحالي ما بغيتوشي، وديك التهاوي اللي ديالو ما كتعجبنيش بحالي بقيت كنهرب منه، كنقول له يلا تخرج، كنقول له عندي الشغل يلا تخرج، انا راسي كيحرقني يلا تخرج، المهم كل نهار كنجيب له عذر دائما كنجيب له عذر، انا قيله خدامه وجيت مهلوكه ما فيا ما نخرج، هذا كنقول له عاوتاني انا خرجوا لا والو نعييت وجيت مهلوكه، المهم دائما كنجيب له العذر. المهم ملي كنت كنقول له ديك العذر شنو قال نبا، قال له شوف انا معني باش نعمل العرس علاش انا غنبقى نتسنى انا المراه حتى تقور هي على خاطرها حتى من العرس، انا مراتي خصني نديها صافي، انا درت قاعد تقصد مراتي نديها شاب، قال له صبر عليا شويه خصني نقور نعمل العرس ديالها بحال بحال خوتها، خوتها عملت لهم العرس هي خصني نعمل العرس ديالها وهي باقا صغيره حتى هي خصها تعمل العرس ديالها، ديك الساعه خايبه دراني غادي نكمل 17 سمعتينا خايبه دراني، انا عملت العرس 2003 2003 العرس جا خطبني ب 2000 ديك الاخر ب 2002 يعني بديك 2003 صافي عملت العرس. عرفتي فوقاش خطبني خايبه دار 2002 في شهر 11 فهمتيني، تما خطبه في شهر 3 صافي عملت العرس صافي، في شهر 3 قال لك اسيدي انا ما نعمل العرس لا شي حاجه علاش انا غنبقى نتسناها صافي، انا مراتي خصني نديها صافي، خطب با تكلف وتكلف وشرا شرا بقرة شرا، مهم عملي العرس صراحة ما نكذبش عليك خايبة دار، قال لك أنا بنتي كانت خدامة من صغرى وهي خدامة ملي حلت عينها وهي خدامة ما قريتها ما حتى شي حاجة، حيت أنا خوتي كاملين ما قراوش ما قريتها ما حتى شي حاجة، أنا بنتي أنا عملي العرس بحال بحال خوتها، شرا لي بقرة حتى أنا عملي الزيانة، عرفتي شنو الزيانة خايبة دار هي اللي كتعدل وجهنا يا هي عامل لي الزيان، المهم عامل لي العرس على حقه طريق العرس ديالي مكمول، ديك الساعة جا مورايا داني هو خايب دار، ديك الزهر اللي كنت كنهرب منه وما كنتش كنعطيه الأهمية وما كنتش كنبغي نخرج معاه وما كنتش دار ودائما مريضة دائما مشغولة دائما أنا مهلوكة بالخدمة دائما ديك الشيء، كنقول له ديك الليلة بحال اللي باغي ينتقم مني خايب دار
قسما بالله ما كان كذب عليك حق لا اله الا الله محمد رسول الله، ما كان كذب عليك ديك الليله باغي ينتقم، انتقم مني، انتقم مني، مني واحد ديك بحال ما عمرو شاف شي معه، ما كذبش عليك اخاي بدر، عذبني في حياتي ديك الليله، عذبني في حياتي، كنقول له بشويش عليا، ها بشويش عليك، عيطيني جيتيني يدي، عيطيني جيتيني يدي، خرجتي لي عقلي، عيطيني جيتيني يدي، عيطيني جيتيني يدي، هذا كيقول لي هذا الهضره هذه، هضره واش كيقول لي جيتيني يدي، وليت كيس عليا، كنت انا باقا عائله صغيره وباقا ضعيفه وباقا، عيطيني جيتيني يدي، انا باقا عائله صغيره، عذبني في حياتي اخاي بدر، عرفتي قسما بالله من كذب علي، الا الدم بقى كيشرشر مني. انا صحاب لي هيدا كيكون، انا هيدا صحاب لي، صحاب لي شرع الناس، اسمح لي خايبة الا كنت قللت عليك الصواب ولا شي حاجه، انا اللي في قلبي كنقول لك سمعتيني، قال لك المهم عرفتي الفرش كامل دمايا يا خايبة درا مني بحال ديك منظره الاختصاص وصافي، المهم علينا صافي وزنا واحد مده انا وياه وزنا واحد 15 يوم هيدا، قال لك صافي صافي دابا خصك تمشي تخدم، يعني يسكن في واحد سكنه خايبه دار، اي واحد السيد من العائله عطا واحد بيت يسكن فيه، ماشي قال لك عقلك راه كرالي السكنه وفرش لي بالفراش وفرش لي وشري لي شري والبطانيه، انا ديتها معايا اقسم بالله على البطانيه، اصلا حنا عندنا قاعده كندوب بطانيات معانا، حنا عندنا قاعده كندوب بطانيه وكندوب الكرشه معانا، ديز بطانيه وديك الكرشه ربي اللي ديزها هذيك اللي جبرت تغلطت بيها، جبرت عيد ديك البطانيه تخانزي نضرب السيد باقي المسخين تما بديك البيت، جا هو ما كان عليه متى شي حاجه، واحد واحد السيد من العائله ديالو عطاه لي يسكن فيه على بعد من يوقف على جلو على بعد من يكري، حيت هو اصلا كان مشى لك الكونيكسيون خليك شي بلاصه فيها كونيكسيون مريم باش يدير جيم وبارطاج. انا كتسمعني شي مزيان؟ كتسمعني مزيان دابا ولا لا؟ تسمعك كملي لي كملي لي مريم، قلت لك ديك الساعه انت هي هذيك بقيت معاه ديك البيت، قال لك سيدي خصك تمشي تخدم تعاون معايا على زمان، صافي خصك تمشي، قلت له بلاتي عيش شويه انا باقي الحنه في يدي وفي رجلي وغنمشي نخدم يضحكوا عليا الناس، بلاتي شديدو بلاتي خليني نكمل واحد شهر بعدا، قال لك لا والو صافي حنا تفاهمنا انتي غتخدم وانا غنخدم باش نسيت خصني نخول السكنه ديالو باش نمشيو نكريو باش ندبروا السكنه ونمشيو نكريو، قلت له صافي واخا انا ما اللي قلتي هذاك ساعة مشيت نخدم أخاي بدر، ما رضيتش نرجع عندك الشركة اللي كنت فيها، يقولوا بقى عروسة وهي جات تخدم، ها يقولوا بقى الحنة في بلا وجات تخدم، ما رضيتش نرجع لهاديك، مشيت لواحد الشركة أخرى، ما أنا في يدي عندي الخياطة، منطقة اللي ساكنة فيها الخياطة مطلوبة بصاب غير طرطات تمشي تخدم، بصاب غير طرطات تمشي نبات الشركة تدق فيها وتمشي تخدم، خياطة مطلوبة، مشيت لشركة أخرى دخلت ليلة وصافي بقيت كنخدم. يعني بقى الحنة في يدي، بقى الحنة في رجلي ما زالت شي، بقى لبسة جلابة العروسة، بقى في الحالة العرايس، كل شيء يقول لي انتي مزوجة بقى صغيرة، انتي تزوجتي بقى صغيرة، ممكن يقولوا لي هيدا، قسما بالله يا خايبة دار حتى الشاف يتحرق كيتحرش بيا، قسما بالله من كذب عليك كيتحرش بيا، شافني هيداك صغيرة وبقى عروسة وبقى هذيك الحنة بقى كيتحرش، بقيت كنميك عليه ما بقيتش كنعطيه الدخله بحال يمكن يكالي صافي مشى بحال هو صافي، قال لك الراجل لم يكتي عليه لا ضحكتي له هيدا كيبقى لا ثق فيك عطيتيه الدخله وضحكتي له لم يكتي عليه صافي راه كيمشي بحاله ما كيبقاش حتى هو كيقول هادي راه صافي. المهم يعني انا خايبه دار بقيت كنخدم حتى انا شي رقشيات صافي قوانا واحد شويه الفلوس، قلت له صافي ما بقاوش حنا ساكنين في هاد البيت يلا نخرجوا تحنيا نكريو. واش دير لك انت مريم؟ مريم دير لك ديرا ليزيان السماعات سماعات عام لهم تقدري تحيديهم تقدري تحيديهم يكون حسن واخا كلشي دابا واش مزيان؟ اها دابا مزيان دابا اييه كملي لي. قلت لك خايبة دار بقيت خدامه وكنجمع الفلوس حتى انا، هو قال لك الشهريه ديالك خصك تبقى تعطيها لي، انا كنعطيها له
صافي كنعطيها له شي حاجه كنخبعها، كنقولوها شحال جبرت وشي حاجه اخرى كنخبعها. ساقط على شنو كاين دابا صافي سهل علينا ربي، انا نخرجوا من هاد البيت انا تقهرت فيه، انا نمشيو ندبروا على راسنا في شي منطقه اخر. ودبرنا سكينه هيدا مزيونه، فرشتها بيضتها، يعني السكنه ذكرى سهل. المهم خايب هذا بقى شنو يبقى كيعمل مني، كيجيب لي بقى كيقول لك جيب لي السلطه الخلاص، السلطه الخلاص خصك تعطيها لي نشوفها شحال كتجبر. صافي انا ما بقيتش كنثق بك، انا هادشي اللي كتجبر. ملي ما كنبغيش نعطيها له كان كيضربني، كان كيضربني بزاف. ملي كان كيضربني كنت كنجي للدار ديالنا كنغضب، لا والو، ما كانت كتجري عليا ما يمكنش تجي تغضب، ما يمكنش، واخا يضربك صبر. انا بدي كان كيضربني باك وكنت كنصبر، نتينا ضربك جيتي لي جيتي، واخا يضربك مشي جلس، نتينا رديتي عليه الهضره، علاش يضربك؟ ما يمكنش هو نتينا ساكته هو عايضربك، نتينا رديتي عليه. صافي كنشبر وكنرجع، كنرجع كنقيس كنخدم كنعطيه كنخدم كنعطيه. واحد النهار قلت له عرفتي شنو كاين؟ قال لي شنو كاين؟ قلت له شوف نتينا الشهريه ديالك بقات خابعه، كوز من البنكة، كوز لك من البنكة، وأنا الشهرية ديالي نبقى نصرف منها وناكلو منها وهاديك. قال لك صافي واخا تعلمتي، أنا ما نصرفش الكرا، ما نصرفش، ما نخلصش الكرا، لا ما نخلصش الكرا، يعني كرا كنا كارين رخاصين. صافي أنا بقيت كنتسخر تا العشية كدا ترخص الخضرة، كنهود كنجيب عيدك الخضرة رخيصة من السوق، كنجيب عيدك الديشي، صافي كنشيط عاوتاني، كنمشي نجيب عيدك الديشي عاوتاني كنشيط، دائما كنشيط الشهرية ديالي دائما نشيط، كنعمل طهرات كنجمع كنخبع هادشي مخبع منه، ما عرفنيش الفلوس ديالي حسب كاملين كنصرفهم، انا ما كنصرفهم شي كاملين، شي كنصرفو شي كنخبع. صافي جلست واحد المدة قلت له عرفتي شنو كان؟ قورتي شي حاجة؟ قال لي وانا قورت شي حاجة ولكن ما باقي ما، قلت له خصنا نشريو طريب في الارض. قال لي وا باقي ما كاملينش. قلت له شحال عندك؟ قال لي ومن يورو نص هو اللي عندي. قلت له صافي انا عندي شي بركه. قال لي جبتيها؟ قلت له انا كنت كنخبعها، ما كنتش كنصرف كلشي، انا عندي شي بركه نكمل لك ويلا نمشيو نشريو في طرف الارض. صافي ديك الساعه كانت باقا الارض رخيصه شويش، مشينا شرينا في طرف الارض. صافي مشينا في طرف الارض، هي هذيك تزاد لي العايد، ساعه كنت عيانه صافي تزاد لي العايد الاولاني، عاوتاني ملي كيتزاد العايد ضمان اجتماعي كيعطينا فلوس الاول، عارف هادشي ياك راه الطبيب يعني فلوس الولدة. مشيت خبعتهم انا مني جويس، كان عندي الذهب، انا كان عندي الذهب، كنت انا يما اول حاجة زولت كورميطة من عمقها، ديك كورميطة الذهب القديم عرفتي قداش ليا، زولتها من عمقها وعطاتها لي، قالت لي هاكا بنتي هاد الكورميطة ديالك. وانا ملي كنت خدامة مرة كنت كنشري دبليج، مرة كنت كنشري سلسلة، مرة كنت كنشري خاتومة، كل مرة واش ملي كنشري واخا كنعطيني ماشي مكنعطيهاش، ديك الساعة كان باقي الذهب رخيص. شحال كان كيعمل الذهب؟ كان كيعمل 11000 درهم، هادشي اللي كان كيعمل، كان رخيص 11000 فرنك نجرام، 100 درهم و10 دراهم، هادشي اللي كان كيعمل. كل مرة واش ملي كنت كنشري كنت كان عندي الذهب الصراحة، من جبر ديك الفلوس قلت قال لك خصنا، قال لك هاد البركه شبرتيها خبعه نزيدو عليها باش نبني. قلت له صافي واخا، هي اللي بدي ما طلع لي في راسي الدور الذكرى، ما خصنيش نبقى فيهم. صافي حيد ديك الفلوس زدنا عليهم، بقيت كنقور نخدم نقور نعمل دارات ونزل. عاوتاني هو صراحه كان كيقور، قلت له لا حرام، حتى هو كان كيقور، هو ما مبلي، ما كيكمي، ما كيتحشش، ما كيعمل حتى شي حاجه، ما كيسكر، ما كيعمل حتى شي حاجه، حتى هو كان كيقور ماشي غير انا يقور ويقور ونقور. تقاولنا واحد البركة تتسلف من البنكة، مشينا بنينا، بنينا بيت واحد، الساس كامل بنيناه، الساس كامل وبنينا بيت واحد، بنينا بيت واحد، مشينا ليلو بيت واحد خايبة دار فقط، فيه طواليت فيه كل شيء، بيت واحد مشينا ليلو. هي هذيك بقينا ساكنة فيه، حنا ساكنين وانا خدامة وكنكمل، نسكن من خدام وكنكمل، ما جاي يجي العام اخر حتى كنت ولدت عاوتاني عائله اخرى. سمعتيني خايبه دار؟ عاوتاني عاوتاني شبرت فلوس الولده اخرين، ثاني ولد كان ولدو كنعطيه المربيه تربيه في الحضانه. صافي كنكمل العده ديالي، كنجلس كنعطيه المربيه تربيه، كنمشي نخدم على راسي. ولدت ولد ثاني عاو شبرت الفلوس الولده عن طريق اجتماعي، شبرت ديك الفلوس عاوتاني زيد كنكمل بهم، كنصلح كنكافح، وعاوتاني حتى هو كيصلح حتى هو كيكافح. ساعه شنو يبقاو كيقولوا لي الناس؟ كيقولوا لي انت خدامه وكتقاتل وحياتك انت خدامه وما عندك والو، تاخوتي كيقولوها لي والعائله ديالي كيقولوا لي خصو يكتب لك. ملي كنمشي كنقول له كيقول لي هو كل شيء ديالك،
علاش انا درت لك شي حاجه؟ علاش انا زودت لك شي حاجه؟ كلشي ديالك، واخا انا كنتعصب وكنضربك مره مره، كلشي ديالك. حنايا عندنا الذكوره، انا ماشي غدا ولا بعدو غادي نجري عليك، كلشي ديالك. وزيدون دابا نكتب لك صافي، بقينا عيدك واحد المنتخب وضري كان عاوتاني زدت فوقي، عاوتاني كملت السفلي صلحتو، عاوتاني زدت فوقي، من زدت فوقي خايبة دار كرينا ديك السفلي واحد المدة. الذهب ديالي بيعتو، قلت لك الذهب ديالي بيعتو، ياك راني بيعتو. طلعنا فوقي كرينا السفلي واحد المدة، يما مسكينة ساكنة غير في الجبال في البادية مكرفصة، ولادها كلشي جوجو، بقات مسكينة مرا كبيرة بوحديتها. حنايا السفلي عندنا مكري، كرينا السفلي. جيت انا قلت له عرفتي شنو كيحس ملي طلعنا الجبل عندي؟ ما شوف كان الحاله ديالها كيفاش عامله، ما نكذبش عليك، عزات عليا. قلت لها يلا تهود تسكن معانا، تهود تسكن معانا. قالت لي انا نهود نسكن معكم، ولكن ما خصنيش نسكن معكم، يعني انا خصني السكينه ديالي بوحدي، يجيو من عندي حفايدي، يجيو من عندي ولادي، يجيو من عندي انا، كيجيو من عندي الناس اللي كنعرفهم انا، الناس كاملين ديالي. انا ما نقدرش نسكن معاك في نفس السكنه، انا لا بغيت نسكن معكم عطيني السكنة ديالي. قلت لها ساعة، قلت له فلان يمك زعما مسكينة مكرفصة ديك الجبال، ولكن جواها تسكن معانا. قال لي انت لا موافقة؟ قلت له اه طبعا انا موافقة. قال لي الكاري؟ قلت له الكاري يمشي في حاله، دبر على راسه ويمشي في حاله. هي هذيك علم الكاري، دبر على راسه ومشى في حاله، ولكن خرج واحد البيت، واحد البيت خرجوا على الزنقة وكره واحد المحل. ما علينا، بقات معانا يماه ساعتك. عاوتاني بنينة التالت، انا ما جالك الحكايه اللي حرقت لي قلبي خايبه دار، اللي حرقتني بزاف، راني باقي ما وصلت لك شي لينا، انا باقي غير ما جالك بشويه بشويه. صافي بنينا الثالث، ملي بنينا الثالث طلعنا ليلو، باقي ما وصلوش شي مزيان. قال لي عرفتي شنو كاين امرين؟ قلت له شني؟ قال لي اجي هذا الثاني نسكسفو عليه مزيان ونفرشوه، ونبقاو نهودو لي لعي انا وياك نتبرعو فيه، والهوا والهامون فوقي، ناكلو فوقي، نعملو كلشي فوقي. والثالث نهود ليلو انا وياك، حنا من حياتنا كاملين نعمقو مع الهوا والمؤتمر، وهاديك تولينا من نفس الهوا، نهود انا وياك نعيشو الحياة بيه. انا عجبني الحالة خايبة دار، حيت انا خايبة دار صافي، ملي مشيت لعندو بقيت كنشري له الحوايج مزيونين، وبقى كيلبس مزيان، وبقى كيحك سنانو، بقيت كان انا بقيت كان نعمل ميديك شي على الذوق ديالي انا، فهمتيني خايبة دار؟ بقيت كنلبسو على الذوق ديالي انا كنمشي نشدو الحوايج، كنقولو لا هادوك الحوايج اللي جبرتو كاملين خايبة دار، جبرتو ما سيبتهم له. كيقول لي فين هي كابا فلانية؟ كنقول له صافي ما نعرف لا فين هي، وكلا سرقوها من الصباح. فين هي هادشي؟ كنا باقيين في الدار الكرام اللي سيبتو ديك الحوايج وديك الشي. فين هي قميجة فلانية؟ ما نعرف، وكلا سرقوها الكرين من الصباح. انا صوصيت له صافي، انتي كتبقى تفتشي هاديك الحوايج ديال التسعينات، كنقولو كتفتشي الحوايج ديال التسعينات، هانتي نلبس الحوايج هادو اللي كتشري لك. صافي بقى كيلبس بالذوق ديالي، بقيت كنشري له الحوايج بالذوق ديالي خايبة دار. بقى الصراحة ما نكذبش عليك، بغيتو خايبة دار، بغيتو من قلبي. صافي رجعت كنبغيه، ما بقاش داك الشيء ملي كنت باقا من الكابل وداك الشيء. صافي هذاك هو راجل حياتي، هو اللي غنكمل مع حياتي، الأب دولاني. صافي أنا بغيتو، قال لك هاد السكنة غنصلحوها، نبقاو نهودو أنا وياك نعيشو فيها الحياة. قلت له صافي، عمد الدارات كاسا كنصلح، أنا خايبة دار حدا ما شني كنعمل أنا؟ أنا مني كنجي من الخدمة نلقى نعمل هادي، خصو قشوع صابين جفاف، أعمل الماكلة العواوين هادي، كنعيا. المشكل ديالي كنعيا، ملي كنعيا كنمشي كنبقى نتفرج في التلفازة شوية، كنعاس داتني عيني، باقا تمنية خايفة تردتني عيني. هو كيجي كيجواني نعاست، كان الصراحة في الأول كان كينوضني كيقول لي دخل بحالك الفراش ديالك، ولكن من بعد ما بقاش يتسوق لي، ما كيقول لي لا دخل لا شي حاجة. تما كنجبر راسي نحس حتى كيطلع الصباح، كضربني الفيقة بعض المرات مع ديك 12 الليل أو الوحدة الليل، كنجبر راسي مسيبة فوق في الصالة، غير نعسى غير في الصالة كنجبر، كنبغي ندخل. ولكن هو كان يقول لي كيقول لي ادخل بحالك، من بعد كيشبر كي كندخل عنده باش ننعس، كيشبر كيبقى يقول له صافي ادخل، خرج كمل النعاس ديالك، كنتي خرج غتخسر فيا. هو باغي كيتفرج وما عنده شي مشكل، واخا ينعس حتى لوحده دليلي في 6 الصباح، ما عنده شي مشكل، ما عنده شي مشكل، ينعس هو 4 ساعات ولا 5 ساعات صافي كافيين.
انا كنقول له علاش غادي ننعس متعينه توحشتك، يقول لا صافي امشي 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 تنعس كي كنتي صافي. كنبقى نشوف فين كنخرج انا مدوخه في النعاس، كنخرج كنكمل النعاس ديالي عاوتاني غدا هداك من بعد بقى كيتعطل خايب هضر، مبقاش كيجي في الساعه اللي كان فيها، كيجي بكري من الدار مبقاش كيجي كما كان، بقى كيدخل حتى 11 الليل 12 الليل حتى 10 الليل مبقاش كيدخل في الساعه ديالو نهائيا. دائما هادشي هذا كنقول له فين كتكون، كيقول له مبقاش تسقسيني في كنتي في جيتي في كنتي حدي ولادك، ما تبقاش تحديني انا وتقابلني انا قبل ولادك ياك قبل ولادك. من بعد خايبه دار السبت ما بقاش كيبات في الدار، السبت انا اللي صبحه نعسه وصبحه جالسه عن ندوش وعن سكسف وعن مشي عندو باش يشوفني مزيون، ما كيصبحش هو في الدار ما كيناشي، كنبقى صوميني كيطفي عليا كونيكسيون، كنصوني عليه في النمرة ما كيجاوبنيش، إلا جاوبني كيقول لي شنو خصك، كيهضر معايا واحد الأسلوب تاع علاقة وفين تينا هو ياشي، وعاد برزتني عاوتاني وعاد برزتني ومشيت نعس مشي مشيت نعس كيقطع عليا صافي. بقينا على ديك الحال صافي، أنا شبرت على النية ديالي كنصلح ديك السكنة، ديك السكنة التاني كنصلح فيها كنبيضها كنعملتلها فلافور عملتلها الياقوتة عملتلها تفريشة مزيونة، شريت الفراش كنعمل دارس وكنشري، كنقول صافي طالع أنا يمسك علي الله نجلس من الخدمة ونرتاح مع راسي ونعيش حياتي في هاد السكنة وولادي هما فوقي صافي. ديك الساعة وزدت العيد التالت، وليت العيد التالت، العيد التالت تعطلت بالحق خايبة دار عيد ولدتو، كانوا آخرين نوعهم آخرين يعني كبروني عاد زدت ديك العائلة الثالث. أنا خايفة دار ملي ولدت المدة الثالثة ما نكذبش عليك بقات لي الكرش، الكرش بقات لي خارجة، هو السيد ما كتعجبوش المرأة كرشة خارجة، ما كتعجبوش المرأة غليظة، كتعجبو المرأة تكون الفورمة ديالها معوطة، تكون المرأة كرشة معوطة كلشي فيها معوض. انا يعني مني فوت الثلاثينات، فوت الثلاثينات دابا عمري 38 سنه، يعني فوت ديك 35 هيداك يعني الكرش ما بقاتليش هي هذيك، يعني خرجت لي كرشي وغلط. انا ماشي الماكله اللي كتغلطني اخي بدر، انا العصب هو اللي كينفخني فهمتيني اخي بدر، ولكن انا مش تسمع غليطه تقول انا غليطه بزاف، انا كنوزن 80 كيلو ولكن شني انا ماشي طويله، انا قصيصه كيف في الغلطه، انا قصيصه راه شويش الغلطه غير وانتي غلطتي وكرشك خرجات ما بقاتش فيك الفورمه كيما كنتي وغلطتي. بدا هاد الرجل كيقول لي هاد الهضره، هاد الرجل كيقول ديك وراتينا ما بقيناش صغار، وهاد الشيء راه ماشي نقول لك هو صغير عليا او لا زايد عليا شي عامين او لا عام ولا ثلاثين، راه زايد عليا 10 سنين. عندك عنده 48، هو عنده 48، هو راه ولد هو ولد 76 وانا انا بنت 86، انا بنت 86 هو ولد 76 معتينا خايبه دار، يعني هو زايد عليا هادشي زايد عليا 10 سنين فورما ديالك تخسرت. من بعد خايبه دار السيد ما بقاش يخصو ينعس معايا من قدام، انا اللي كاين خايبه دار نقولها لك سمح لي خايبه دار، لان انت هذا اللايف ديالك يعني محترم، علاش انا ما كنبغيش نكسر لك كلشي يعني بعد الهضور ما كنبغيش نكون يعني فهمتيني ياك خايبه دار. فهمتك. انا ما نقدرش ما نكذبش عليك خايبه دار، انا ما نقدرش، علاش ما نقدرش؟ انا مريضه من تما في بواسل ما نقدرش، اديني سي الدم طبي اديني سي الدم كنقدرش كيبغي بعض المرات، ولكن انا ما كنقدرش كنبقى نغوت كاع هو صافي دائما خصو تما. انا بقيت كنتمني بقى دائما تما، انا صافي بقيت كنتهرب منه كيما كنمشي عنده بيت قبلي من تما كيما كنمشي عنده ساعه كنبقى ندبزو كنتغوتو كنقولو على هادشي هذا. انا ما كنكتبش عليك خايبه دابا ما نقولكش انا درويشه وما كنردش الهضره وكنبقى ساكته، تاع انا كنتدافع على راسي وكنهضر وكنرد الهضره، ما كنكتبش عليك انا اللي كاين نقولو لك سمعتيني، نقولكش انا درويشه وكنبقى ساكته، لا تا انا كنهضر هو كيهضر وانا كنهضر، الا حتى كيموت كيضربني صافي. ملي الولاد كبروا ما بقاوش كيبغيو يضربني ولا يمدوا فيا،
مابقاوش كيبغيو، هما مابقاوش كيبغيو، ما كيتسحموش حتى ندبزو، كيشوفونا كندبزو ما كيبغيوش، كيبقاو يهضروا انتوما دايما صداع دايما صداع دايما صداع. انا ولادي ما نكذبش عليك، انا ربيتهم مزيان، كنقريهم كنكسيهم اللي خصهم، كنشريها لهم حاديهم بليا ما يتسبلوش، حيت انا ما عنديش بنت عندي هاد الكوره، كنحديهم ما يتسبلوش، كنحديهم مع من كيمشيو مع من كيجيو، العين ملي كيدخل كنشملو في ضخمه، نشملو في ضخمه عندك يكون كما او شي حاجه، يعني مقابل يعني مراقباهم، كنسقسيهم صاحبو ولا جا عيط له ما عجبني شي، كنقول له تفارق من هذا وما تبقاش تمشي مع هذا ما صالح لك شي. ونجوز لواحد المده خايبه دار، من بعد بقى كيقول لي وعرفت شنو كاين وما كرهتش تعطيني الموافقه نتزوج، كنقول له ميت ولا كتضحك معايا، وحتى هاد الهضره اصلا مش حال هادي، هو كيقول لي إيه بين بلاغه بين الصح ما بين بلاغه بين الصح، دائما كيقول لي هاد الهضره ما كنتسوق على شي، كيقول لي ما كنتسوق على شي، والراجل ملي يقول لك هاد الهضره المرأة واخا تكون بلاغه راه عارفه وراه قلبه، واخا يكون كيتبلغ معاك عارفه وراه قلبه عليها، ما يمكنش هي كيتبلغ معاك هايدا وصافي. انا كانوا كيجيو عندي شي بنيتات، بنيتات ساكنين هي تما في الحومه، كانوا كيجيو عندي كيدخلوا عندي كيبقاو عندي، خاتو مريم خاتو مريم كيجيو عندي كيجلسوا معايا، انا عندي الويفي كيجيو يجيو عندي كيشبروا الويفي، كيبقاو يتفرجوا في التلفازه، التلفازه فيها الويفي. انا ديك العواول كنت خايفه منهم، ملي شفتهم بقاو كيكبروا كيبانوا بقيت خايفه منهم، ولادي قلت انا ولادي كبروا وهاد العوام حتى هما بقاو كيبانوا، انا هاد العوام ما يمكنليش نبقى نخليهم يجوني عندي، هاد العوام هاد بنيتات كيفرفروا بوحديتهم، انا كنشوفهم غير كيفرفروا، هاد العوام مشاو هكا مشاو كحلوا مشاو لبسوا الثروه مزيان لبسوا فرداق سيسر، هاد العوام عندك وتوقع لهم شي حاجه انا توسوس من ولادي، يجيو يسميو لي في ولادي يخرجوا لي على ولادي، هاد الوقت خصني نميك عليهم. هو ملي كيجي للدار وكيجوا لديك البنيتات ماشي ولادي، ولادي ما كيهضروش حتى معاهم، ولادي كيجيبو تما كيدخلو لبيتهم كيشبر بيسي كيبقى لي في بيسي، هو اللي كيشبر التليفون ديالو، هو كيبقى يقول لها مزيان انت فلانة، تعرف عمرهم هاد البنات، والله الا تعرف عمرهم هاد البنات عمرهم ديك 14 13 باقيين صغارين، ولكن هما وافيين يعني كيبانو كبيبرين، يعني كيبانو بنيتات عمرهم غير 13 14 مش كبارين، كيقولوا والله الا كبرتي البارح وانتي نسيتوني وما كبرتي وزينتي ورجعتي صغيره وباقي خصك تعيشي راجل، ونصحك ما تجوزش شي راجل صغير، راجل صغير يعذبك في حياتك، شوف شي واحد كبر اللي يبرعك هو كيبقى قولانو بس هذيك شي. انا كنشوف هذيك اللي كيبقى يقولوا معايا داك ما كيعجبنيش الحال، ما نكذبش عليك والله ما كيعجبني الحال، ملي كنقول له ملي كيخرجوا كنقول له شحال عندك مع الولد، كيقول لي وانا كنحسهم بحال ولادي، كتحس بحال ولادك ما تقولوش شي هايده، وانا راجلي كيعجبو بنت صغيره، حيله صغيره كتعجبو كتحمق بنت صغيره، كتسمعني خايبه دار نسمعك مزيان نسمعك، بنت صغيره بنت صغيره كتعجبو كتحمق بنت صغيره. انا بنت اختي كانت قريبه ليا ساكنه ماشي بعيده عليا بزاف، كانت كتجي عندي ما نكذبش عليك، انا عاودت لي ديك واحد النهار جات وما جبرتنيش ودخلت، جبرت ودخلت فتح لها ولدي الصغير ودخلت، كنت تما غير ولدي الصغير ما كانش تما ولادي الكبارين، ملي دخلت بقى كيقول لي انتي مزيونه وزينتي وكبرتي وعندك الفاختين مزيونين، بنت اختي عندك الفاختين مزيونين عندك الفورمه مزيونه ماشي بحال ديك خالتك، ديك خالتك والو بقات كتهشكا، رجعت بحال شي شكاره رجعت بحال شي ودينه رجعت، المهم بقات تحس بحال شي برميل رجعت بحال هذيك، وهي ما ربانا كانت كتضحك له، هي قالت لي ما قلتش لي نضحك له، ولكن مادام وصلنا لهاد الهضور هادي يمكن نبسمك له. من بعد بقى كيكسس فيها، هي ملي بقى كيكسس فيها ووصل معاها الصح الصحيح، هي ناضت وهربت بحالها، هي ناضت وهربت بحالها، كيما قالت لي شي ديك الساعة جلست واحد المدة، جلست واحد المدة على هيداك، قلت لها ما بقيتيش كتجي عندي يا فلانة، شفتك ما بقيتيش كتجي عندي، اش عندك ما بقيتيش كتجي عندي يا زيتي رجل، حيت هي كانت كتجي عندي، انا كانت كتعجبني تجي عندي، كانت كتعاوني في الشغل، انا كنت كنجي مهلوكة من الخدمة، كانت كتغسل هذيك القشور، كانت كتجفف لي، كانت كتسيق لي، كان كيعجبني الحال، ما نكذبش عليك اخاي بدر، كنت كندبر عليها هي ملي كانت ما خدامة ما والو، كنت كندبر عليها بديك 30 درهم بديك 40 درهم، وكانت كتعاوني اللي كان كيعجبني، عم بعد مابقاتش كتجي كنتش كتجي، قلت لها عندك؟ قالت لي انا نقول لك اش تعرف تقول لي؟ قالت لي عمو الله ينعم بها عمو هادي اش عنده هذا عمو؟ قلت لها هادشي نعملني وش نعملني وش نعملني؟ يا متاكده ما هادشي هذا؟ انا متاكده وانا عايقه به كيعجبوا صغارين ما نكذبش عليك اخاي هذا، وشحال هي في العمر؟
بنت اختك شحال عمرها؟ بنت اختي دابا فكان ديك الساعه في عمرها ديك 15 حتى هي باقا صغيره في عمرها ديك 15 16 صافي ما فيها حتى شي 16. هي كانت ممتازه طويله ومزيونه والفورمه ديالها معوضه ممتازه، كانت في عمرها غير هيداك يعني ما زايداش، هي ما زايداش على ولدي بزاف ديك الساعه، كانت ما زايداش على ولدي بزاف. صافي قلت لها ما بقاش يجي لعندك الساعه تدخل لعندو. ديك الساعه كانت ليله المولد اللي قتالي، كانت ليله المولد دخلت لعندو بقيت كنحيح عليه كنزبل وكنحيح وكان هذيك ما احترمتيش حتى العائله وهذيك. جا وقال لي انت ما احترمتيش حتى العواشر، حتى العواشر ما احترمتيهاش، خدامه كتهوط وكتزبل ما احترمتيش حتى العواشر اليوم. قلت له انا متاكده بان نتينا بنت اختي ما كتكذبش، الا كانت كتكذب حلف نتينا وغنثق بك، حلف كدي اليمين على يدك وحلف. هو كيصلي صراحة، كيصلي هادشي راه كيصلي وما كيطيحش الصلاة ديالو، كيصلي في الوقت ما كتبش عليك خايب هضر، يد العصر يمشي للجامع يد المغرب يصلي. هو كيقول لي نتصلي، هو كيقولاني قولوا نتصلي ما تصلي شي ما علينا. صافي صافي قلت لك بنت اختي صافي ما تبقاش تجي لعندي، مي هو راجل هيك ديك البنيتات كيجيو لعندي صافي صافي ملي كتعليم ما بقيتش كنخليهم يجيو لعندي. صافي خايبة دار واحد النهار صافي السكنة سكسفت عليها، قلت صافي الحمد لله يا ربي دابا سكسفت على السكنة وفرجتها، باقي عليا غير واحد الدارات نساليها ونجلس نرتاح مع راسي. صافي النقط ديالي الدمج الاجتماعي النقط ديالي ساليتو، نساليها الدارات اللي باقي كيسالو لي الناس جوج دمانيو في الدقة كنخلص 2000 درهم في الشهر. صافي غنساليها وغنجلس نرتاح مع راسي. صافي ساليت الدار ديالي فرشت جلجت بسطة 20 سنة خايبة دار الخدمة 20 سنة ماشي سهلة 20 سنة وانا خدامة. صافي غنجلس نرتاح مع راسي. صافي المهم ملي كندخلو انا وياه لديك السكنة كيقول لي، كنقول له السكنة غزالة ياك، كيقول لي وغزالة وصالحة لعيشي مرا جديدة، صالحة لعيشي عروسة جديدة. كنشبر انا كنبقى نقول له يعني يا بلا شكون داها فيك الشارف، شكون داها فيك نفسينا صحاب لك باقي صغير ما انتينا شرف تي رانتي نعاد تدخل في الخمسينات. كيقول لي واش اللي كيقول لي، كيقول لي انا كنبان باقي صغير انتينا اللي كتبان كبيره، انتينا اللي شوف الفورمه ديالك كيفاش رجعتي غلطتي وكرشك خارجه ما بقاتش فيك حتى شي فورمه. انا ملي كنكون ناعس معاك والو ما كتنغميش، انا الصراحه نقول لك نيشان انا الصراحه ما بقيتيش كتعجبني، ما بقى فيك ما يعجب، كتجي ملوكه من الخدمه كطيح كتنعس طيحه وحده كتجي بحشكاره كتجي لعندي كتجي فيك النسمه بالطفله فيك النسمه بالثومه. انا الصراحه كنقول لك خايبة هذا انا ما نكذبش عليك، انا خصني شي وحده اللي باقا صغيره ومزينه اللي تعمر لي داري. هاد السكنه هادي ما تستاهلاش انتينا، ما تبقاش هذا ما تستاهلاش بقيتينا تستاهل علاش نتينا، نتينا تستاهل هذيك السكنه اللي اختلت مع وليداتك ما خرجك حد ما جرى عليك حد، نتينا مراتي عزيزه ليا ولكن انا والله ما كرهت نجوج كنقول له والله ليلى دابا تاكد كتهضر من نيتك، انا هاد العذر سنين نتينا كتقولها لي ولكن ما كندخلش في راسي، ولكن دابا تاكدت بان نتينا كتهضر من نيتك. انا خايبه دار خصني نعاود لك وكنحاول ما نبكيش، انا دابا بكيت ما نقدرش نهضر والله الا كنحاول وكنت كاين قلبي خصني باش نبقى نهضر معاك هيدا قويه نهضر معاك هذيك. انا دائما كنت كنقول انا دائما كنت كنقول انا قويه ما كنقولش انا ضعيفه، المهم انا قلت انا ضعيفه دائما كنقول انا مراه قويه مراه قويه وكنكافح. انا الناس في الحومه كيقولوا لي علاش انتي خدامه عندك الدار ديالك راجلك تبارك الله دابا رجع شاف شركه كيربح الثمن، قلت لك شي خايبه دار هو ديك الشركه اللي خدام فيها قديم فيها قديم فيها ملي بدا فيها ما خرج منها، راه رجع وقف عاوتاني يجي الشاب رجع كيربح الثمن السيد مابقاش كيربح الثمن الدوله اللي خدام في الماكينه. سمعتيني خايبه دار السيد رجع كيربح الثمن، يربح 8000 درهم في الشهر 8000 درهم 800 فرنك كيشبر فلوس العواون الشقه الاقدميه ديالو، يعني عنده واحد 10000 درهم اللي كتدخل في الشهر السيد رجع عنده فلوس. ولكن المشكل انا ملي كنقول له عطيني شي حاجه كيقول لي ما عنديش، انا دائما ما عنديش عاوني الدارات لها الحمو عندي لا والو انا ما عنديش، انا كنخلص 2000 درهم في الشهر وعاد كنكسي العواول، انا وليدي خصهم يمشيو للمدرسه مكسيين ومزينين.
كيهمني شي خايبه دار انا ما كنتش كنكسي راسي. انا اختي الا شبعت من الجلابه كنقول لها عطيها لي باش كنخصني نبني ونجلج ونعلي. انا اختي الا شبعت من الكسوه كنقول لها عطيها لي باش خصني نبني ونعلي ونجلج ونصلح. هادشي الهدف ديالي كان ما خصني نكسي راسي ما نعكر ما نكحل ما نحضر نمشي للعراسات لا والو. الهدف ديالي خصني نبني الدار ديالي ونجلس مع راسي نرتاح ونعيش حياتي مع راجلي. هذا هو الهدف ديالي اللي كان. انا ما نكتبش عليك خايب هذا. واخا في الاول كان ما عجبنيش وقلت لك خرجت معاه وكنسني له البطاطا وديك الشيء ما عجبنيش، لكن في الاخر انا رديتو كسيتو على ذوقي ورديتو كيلبس في الذوق ديالي كنشري له الحوايج في الذوق ديالي كيحك سنانو كي هذيك. رجع الراجل الصراحه رجع واعر ما نكتبش عليك مزيان. انا رجع كيعجبني ما نكتبش عليك رجع كيعجبني وبغيتو بغيتو من قلبي رجعت كنبغيه. يقول لي الناس تينا راجلك شاب ونتينا خدامه. كنقول لهم انا خدامه خصني نقري ولادي خصني ولادي يوصلهم. ما خصنيش ولادي يخرجوا يخدموا في الخياطه او يمشي يخدم مكانسين او يخدم المهم الخدمه ماشي عيب. انا كرهت ولادي يخدموا شي وظيفه مزيانه وخا هي وظيفه بسيطه وخا هي استاذ او لا فرملي او لا اي حاجه. المهم انا ولادي كنكافح خصني نعمل واحد بركه في البنكه. ما كرهتش نعمل واحد بركه في البنكه او نشري واحد طريف في الارض ونخليه يتزاد مع اللي ولدي شبع الوظيفه ديالو ويحتاج الفلوس نمشي نبيعها ونجبرها تزادت ونخلص الوظيفه ونخدم شي وظيفه مزيانه ولا شي بوليسي. انا الحلم ديالي ولدي يخرج لي بوليسي. انا عندي ولدي فورمي خايبه طار ما فطلت عليك. انا عندي ولدي فورمي وقاده تبارك الله عليه. ديما اللي كيشوفو فورمي يقول عنده اكثر من سنين ديالو مع ولدي كيلعب الحديد وكيقيد ديك الشيء كيكون مزيان وما تبلاش كان مبليش تبارك الله عليه. كنخصني الحلم ديالي ولدي يخرج بوليسي. هذا هو الحلم ديالي. كنت كنخدم كنكافح كنقول ماني كنقري ولادي ولا خرج لك شاف وخرج لي شاف. انا ما كيعطينيش انا واخا هو شاف وكيربح فلوس ما كيعطينيش. انا الحلم ديالي خصني نوصل ليه وصافي. كنت خايبه دار ملي بنيت ديك السكنه وساليت قال لي عرفتي شنو كان خصك تسنيني من نيته. قال لي ولدي الا خصك تسنيني قلت له دبرتي المراقه لي اه. قلت له نقول لك واحد الهضره معقوله لك منيه ديالي ولا جبتيها ودخلت عليها لداري واخا انا ما عندي والو في الدار مكتوب لي. ولكن الدار طلعت على يدي. قال لي انا ما كنكرش كلشي ديالك. قلت له ما كتنكرش. قلت له انا ولا دخلتي عن قتلك نتينا وعن قتلها هي. انا ولادي كان عندهم امتحان في الباك ديك الساعه خوت شافونا دائما بيزا ودائما رعرع ما بقاوش مركزين على الباك ديالو. انا كنحلب كنقول له ما تجوش هو كيحلب كيقول لي ما تجوش. كندبزو كنقولو ما كنخلي يمشي. ولادي ما بقاوش مركزين كيقول له ابا الله يهديك. كيقول له ولادي انا ما عندي حتى شي حاجه. انا يمكم غتبقى الريع غتبقى الشوار. انا ما عندي حتى شي حاجه. انا ما خصنيش الحرام خصني نتزوج بالحلال. انا خصني نشيل الحرام خصني نتزوج بالحلال صافي. يقولوا لي ولكن ماما علاش ماما اش عندها ماما بيتا باقا صغيره وماما بيتا باقا غزاله وماما بيتا كانت كتكافح وسمحت في راسها وماما ما كانتش كديها في راسها وصافي. ولكن خايبه دار ملي شفتو عيتجوج بقيت كنكحل حتى انا وضرب راسي حتى انا وصبغ شعري حتى انا. هذاك ما كيديهاش فيا واخا كنصبغ شعري حتى انا واخا كنديها في راسي حتى انا. ورجعت كنلبس بيجامة حتى انا مزيره ما كنتش كنلبسها مزيره. كنت كنلبس عليها هنا كان عادي كنلبسو بقيت كنضرب راسي زعما باش الراجل يديها فيا. ولكن فات الفوته خايبه دار. علاش كيقول لك انا هاد الشيء هذا اللي كنعاود ما خصني والو ما خصني عبره ننسى. انا هاد الهضره انا هاد التعاودي كنعاود كامل خصني عبره ننسى كنعاود ننسى. انا كنتمنى ننسى اللي معاك والله يسمعوني حتى الاخر. نتمنى يبقاو معنا حتى الاخر يسمعوني. انا المراه خاصها اول حاجه تهلا في راسها هي الاولى ماشي تهلا في راجلها وتسمح في راسها. انا ما كنقولهمش ما تهلاوش في الراجل ديالو انا ما كنقولهمش هاد الهضره ولكن تهلا حتى في راسها. انا ما كنتش كنتهلا في راسي. انا كنت كنتهلا في راجلي وكنتهلا في ولادي صافي. عندي الهدف ديالي ولادي يقراو ولادي يلبسو ولادي يبانو. راجلي يلبس راجلي يكون مزيون راجلي يكون فيه ريحه مزيونه يمشي للخدمه ريحه مزيونه. بس ما تقولوا ليا هذا هو الهدف ديالي. انا ماشي مشكل انا نكون عيها الدويه نكون عيها الدويه وخا ما لابسه شي مزيان باش
الرجال الناس ما يطمعوش فيا، شفت انا خدامه مع رجال في الشركه باش ما يديها فيا حتى شي واحد، شكون اللي يديها فيا وانا حالتي حاله؟ ولكن نسى اللي معانا في الشركه كيلبسوا كيكحلوا كيحكروا كيجيو لابسين مزيان كيبقاو يهضروا معاهم وتحرشوا بيهم في الشركه، ولكن هما كيضحكوا لهم. انا كنت كنبغيها خاي، كنت كنبغيها. بالعكس خذي راحتك، نتمنى تبقاي قوية. أنا أصلا كنت كنقول أنا معقولة وعمري غنضعف، وقلت غنضعف هاد اللايف ونطلع قوية، نعاود الطلب ديالي ونعاود قوية، ما نبكيش. أنا كنت مقرر راسي ما نبكيش، الشركة خايبة. أنا بغيتو بغيتو من قلبي نقلب الشركة، حيتاش أنا يعني هو ما كيفش عليك، ما نقولكش خايب ومزيان ولا خايب، هذا هو الزين مزيان مزيان ونفوجو، واخا المعامله ديالو خايبه يعني انا ولفت ماشي سنه بالعشرة ماشي عام او عامين، ولفت بزاف، ولفت واحد الولد بحالي ولفت ولدي، كيفاش نولف ولدي؟ ما نقدرش نعيش بلا ولدي، هيداك هو ولفة ما نقدرش نعيش بلا بيه، هذا هو المشكل ديالي. بصح إلا كنت ما ولفتوش ما بغيتوش بقيت بحال في الأول، بحال ملي ضربت فيه صداق كنت ما بغيتوش، قلت يا حد جوج ما بقاش يقطع ليا نترس على نسات خوتي، اللهم نمشي نترس على ولادي وما نترسش على نسات خوتي، قلت أنا هنتجوج بحال في قلب الله يرحمه، قال اللهم بنت فلان، اللهم مرات فلان أولا بنت فلان، خليهم يعيطوا لها مرات فلان، ما يبقاوش بنت فلان. ايوا عندك يوقع على بحال وقع نختار خليها تزوج تمشي بحالها، صافي اللي كان كيجي يخطب الله يجيب تيسير، با ما عمرو كان كيرد شي واحد، حنا تمنية البنات اللي كيجي يخطب صافي يمشي بحالو، ما يمشيش على حتى شي وحده، صافي كيجي يخطب الله يجيب تيسير. كنت كنبقيت غير هيداك يعني تزوجت فيه زايده ناقصه، علاش بغيتو علاش ولفتو؟ ولكن يمكن شي واحد سيد عتعيش معاه 20 سنه وما عتولفوشي، واحد سيد عتولد معاه وما عتولفوشي، واحد سيد عتاكل معاه في نفس الطبله ما عتولفوشي، واحد سيد عتنعس معاه في نفس الفراش وعتعيش مع واحد مده من حياتك وما عتولفوش، هادي مستحيل. ما كتولفش راجل يعني ما عندهاش القلب، اذا ما عندهاش القلب. صافي انا مقرر نتزوج، وما نكذبش عليك اخاي بدر، با مسكين مات الله يرحمه، شبا الولد ديالي تا هو خسرته على الدار ديالنا، على الدار ديالي، على داري خسرته. صافي مات با، جبت حقي، انا جبت حقي مني من خوتي، خسرته تا على الدار ديالي، جاني واحد المبلغ يمكن نقولكش حاجه جاتني اخاي بدر، نقولكش حاجه جاتني 7 مليون في حقي، حيت حنا تبارك الله بزاف بينا، حنا بنات بزاف، حنا 8 بينا بنات، وعاد يما وعاد جوج دخوتي، جوج دخوتي العزارة، رجال رجال كيديو كتر من نسا، رجال كيديو جوج القسمات حنا كنديو، جوج حقوق حنا كنديو عي، دابا حنا يدينا 7 وهما داو 14، داو 14 دمنايين حنا يدينا 7، وديك 7 كاملة خسرتها في الدار ديالي، مكدبش عليك. خسرت الدار ديالي ونزيد لك الحيط هدر، أنا الدار ديالي مكانتش كتدخل الفروضة، علاش؟ خصني الهدف ديالي خصني نصدع، خصني نكمل نعاود كنجيب ديك الديشي، كنعاود نسوق كنجيب عيد ديك الديشي بالعشية، نعاود نجيب عيد ديك الديشي، ولادي ماما تشهيت التفاح، ماما تشهيت بالك كل واحد شنو كاين ولادي، هكذا العام شي قول مول الفروض عطيني بنانة وكولا وقشرة وكولا ومشي بحالك للمدرسة. أولي أماما توحشت تفاحك أوليدي درهم ومشي لعند مفروطة وقلو أعطيني تفاحة يوزن لك تفاحة ويعطيها لك وكولا ومشي لحالك أوليدي للمدرسة كولا في الدار قبل ما تجيبها، خلينا أوليدي دابا حنايا أنتي كتشوف خصني نبني وخصني نعتكو، وتمني غادي نسالي غادي نبرع ولادي وغنتبرع حتى انا، ديك الساعه انا نخرج ناكل في الزنقه، ديك الساعه انا نمشي ناكل فريس ولاد الحوت بحال اللي كيعملو خوتي، انا نمشي نخرج ولادي نساليهم ونوكلهم بيتزا بحال اللي كيعملو خوتي وكيعملو الناس كاملين، انا نمشي انا كنشوف خوتي البروفيلات ديالهم في الواتساب كيخرجوا كياكلوا كياكلوا، ولكن انا لا ماخديش نخرج باش ماخديش نخسر الفلوس، الا خرجت عارفه راسي غنخسر، ماخديش نخسر الفلوس، تا كنبدا غير ونعمل هادشي هذا كامل
انا نخرج نخرج ولادي ودي شني انا ولادي ما كنتش نخليهم ناقصين. ولدي خارج باش انا كنقول ولدي ما يمدش يدو يسرق او اللي يمشي يقول شي واحد عطيني. ولادي كبارين كيقول لي ماما دبر عليا انا خارج. كنقول ولدي هي ما تبلاش هاك واحد 30 درهم مشي ولدي تاعها مع راسك وكل ساندويش قلت شي عيد الساندويش كل شي عيد الشوكولات كل المهم هاك واحد 30 درهم اخر عاوتاني هيداك انا عندي جوج بينات غير حال اخر هيداك الصغير هذاك هذاك خلاص هذاك تزاد لي اخر هذاك دابا باقي صغير انا حتى الان باقي صغير شويه صافي نوصل لك الحكايه اللي وصلت لك ليله قبيلتي قال لي انا خصني نتزوج امريم وبس صافي بغيتي يكون ما بغيتيش سي عند الفلوس غيوقف عليا انا نمشي سنينو غيوقف عليا انا نمشي اي خير فلوس عيد جوج قال لي اجي نتينا جي نتينا كتقول ما نتزوجش نسيتي نسيتي مني باك تجوج على يماك ها نسيتي مني باك تجوج على يماك مرة ثانية واش نسيتي دابا نتينا كتحاسبني انا ما نتزوجش هي باك نتينا وتجوج اللي كتعيرني باك شريك وباك وباك راجل وباك ما عرفتش شنو باك بيت تجوج مرة ثانية ها ولكن دابا نتينا تعاند مع باب صافي مات الله يرحمه صافي ما تبقاش تقولي باك ولا هذيك انا كنهضر عليك نتينا وانا كنبغيك نتينا وانا صافي ما تقولي باك ما تقولي حتى شي حاجه انا بدي با ملي تزوج هي ما تقبلات شي ولكن باش نعمل واحد الحاجه يعني تزوج ما دخلاش عليها الدار تزوج بحقا ماشي ما تزوجش تزوج راجل كبير عنده 60 سنه وزياده كاع ولكن ما دخلش عليها من الدار مشى كرهها با مشى كرهها ما دخلش ولكن نسينا دخل عليا للدار حرام عليا حتى نقتلك نقتلك ومشي عليك مؤبد من الحبس صراحه خايبه دار غاب عليا سيمانه مبقاش كيجي للدار انا جاتني صعيبه سيمانه ما راجل ما دخلش عليا للدار جاتني صعيبه بزاف جاتني صعيبه كنقول انا راجل كيراقب ولادو وكيقولوا فيه كنت يا فلان فين تينا فلان وكيسوني على فين تينا اجي في حالك دخل في حالك وكيعاوني على العواول والعول كبروا في سنين المراهقة وما قلتلكش خايبة دار ولادي سقطوا في الباك قلتالك ياك قلتلك ولادي سقطوا في الباك لا ولادي سقطوا في الباك ديك المشاكل اللي تلاو معانا وخامس جودي معاهم انا في الباك جود ديالي معاهم قال لك ماما خصنا احنا ما حفظناش شي مزيان شرينا واحد الصناطة عرفتي واحد الصناطة كيخشوها في الدين ما كتمشي كاع عرفتيها قال لك شريها لنا باش عن واحد الاستاذ حيعرض علينا غنعطيوه 500 درهم لواحد وحيعرضني شحال وليدي كتعمل هاد الصناطة 500 درهم لواحد ولا بغيت نكريها كنكريها 150 درهم في النهار وحنا عندنا امتحان 3 ايام 3 ايام ولا 4 ايام غير هيدوك 3 ايام حنا عندنا امتحان 3 ايام وعندنا الجهاوي والجهاوي صعيب دابا خصنا الصناطة ضروري يا ماما خصنا الصناطة جبرتهم شي عطيتهم فلوس باش شراوها قال لك الا كريناها ب 150 درهم في النهار من احسن نشريوها حنايا نشريوها ب 500 درهم عاد تقام رخيص عطيتهم 1000 درهم بجوج بيهم مشاو شراوها قال لك شي استاذ غنعطيوها 1000 درهم غيعطينا امتحانات عطيت لهم هاد 1000 درهم عطيوها انا هاد الاستاذ لا عطوهم امتحانات هي واقيلا الله اعلم ما كاين لا استاذ لا والو غير شي واحد كيضحك عليهم دارهم 1000 درهم ديالهم عطاهم امتحانات كل شيء غلط حتى حاجه ما عطاها لهم صحيحه دارهم كل شيء غلط سمعتيني خايبه دار تسمع دارهم كل شيء غلط دارهم حتى شي حاجه ما صحيحه سقطوا في الباك قال لك هيعملوا ديك السدراكيه اي برافو لي اللي كان خايبه دار ما قرياش ديك السدراكيه هيعملوها هيعملوها عاوتاني قال لك شي واحد اخر شي عايل عمو ولا كيجي ما خصنيش نقول لك شي تفسير بالضبط المهم شي واحد كيجي كي عنده امتحانات مزيانين راه نجحوا العواول نجحوا الدوره الاولى راه غادي نعطيوه الفلوس حتى هو غادي هادك دابا وهذا ما كيطلبش بزاف ماما كيطلب غير 25 فرنك الواحد اخر حتى 500 درهم واحد هذا ما كيطلبش بزاف ماما ايه ماما حنا نجيبو الباك ونتينا الحلم ديالك نجيبو الباك ونتينا قلتي خصك تجيبنا الباك باش تعملنا الحفله ماما حنا غنحقو لك الحلم ديالك وهذا نشوف ولادي ما تكملوش عليا انا اللي عملي باباكم كفيني الباك خصكم تجيبوه صافي
انا ما كرهتكمش انتم تجيبوا بدراعكم ماشي بالوش. انا السوايع ولادي كنت كنقولكم، كنتي كتقولوا لي هاد الفلسفه ضعافين فيها، بس كنقول لكم هكا الفلوس مشيو تزيدوهم، علم الله واش كانوا كيزيدوهم حي ولا ما كانوش كيزيدوهم. كنت كتقولوا لي انا زرق في الرياضيات، هاد الفلوس مشي زيدوهم، علم الله واش كنتي كتزيدوهم ولا ما كنتوش كتزيدوهم. انا اللي كنت كتقولوا لي وليدي كان نطير لكم، اما ما خصني نشري كتاب هكا ولدي تشري كتاب، واش عمري خليتك ناقص شي حاجه؟ اما ما خصني نشري سبردينه هكا ولدي مشي نشري سبردينه. الناس في الصيفيه 3 شهور ملي كيجبروا العطله كيمشيو يخدموا، انا ما كنديكمش تخدموا، انا كنخليكم جالسين في الدار. علاش انا كنخليكم جالسين في الدار؟ انا بنص هضره نهضر مع الشاب ديالي، دخلكم تخدموا في الصاله ولا تراسي ولا تعملوا اي حاجه، ولكن انا ما بغيتش نخليكم تخدموا. علاش؟ باش ما تنسوش الشهريه، باش عندك تسمحوا لي في المدرسه، عاد تخلصوا عاد تجيكم ديك 2000 درهم في الشهر، عاد تنسوا انتم مسلسلين كتجبروا مني 30 درهم 40 درهم، مثلا نديكم 40 درهم في النهار او لا نهاريه ونهار لا بيومين، عاد تجيك 2000 درهم في النهار ولا 2500 درهم 2500 اسكو صافي قرايه. علاش غنقرا وانا خمسك تنسى الفلوس؟ الناس كلشي كيجيب ولادو يخدم الشركه، انا ما عمري ما ديتكم خصني باش تقرا. قلت لي ماما خصني سبردينه كنمشي نشريها لك، كتخاطر علي وليدي 45 50 الفرنك، ما كتخاطر ليش كاع سبردينه 100 درهم نهائيا. انا كنشري شي 30 درهم كنبقى نجرها في رجلي حتى كتقطع، شرينا هاد الشي 30 درهم ما كنفوتهاش، الصبات 30 درهم ما كنفوتوش. وزيد كنعيط لاختي كنقول اختي امضره، اختي كترفد قدي قدها كتامضره، واش عندك شي صبات اختي شبعتي منه؟ عاوتاني اختي كنقول لها عاوتاني اختي هذا شبعتي منه، خايله انا نجي مورا صيفطوا لي جمعولي. عندك اختي شي بيجامه شبعتي منه؟ عندك اختي شي جلابه؟ اختي كتلبس قدي قدها هي بحال هيدا قصيصره كتعطيني صافي. انا غالب ما كنشريش. اختك حتى التالي دارا قالت وعاد تبرع، وعاد هودني الثاني وعاد تبرع مع راسها، عاد بقات لبس عيد جديد معاد صافي. ديك الهلكة الخدمة اللي كتجي كطيح طيحة وحدة عاد نساها، النقط ديالي ساليتو صافي، النقط التقاعد ديالي مضمون، ساليت النقط ديالي نسالي عاد دارت جوج المنيول، راني جلس مع راسي نرتاح ونعيش حياتي حتى انا شني تنكمل 50 عام 60 عام تنوصل نكون فات البرد نكون شربت دابا نحل لي باقي صغيره وباقي فيا ما يندار. انا كنقول باقي فيا ما يندار، ولكن هو كيقول لي ما بقى فيك ما يندار، خايبه دار وانا باقي في عمري 38 سنه، انا الصغيره في خوتي. كيقول لي تين ما بقى فيك ما يندار، وانا خايبه دار تشوفني راه 38 سنه اللي عندي راه باينه فيا، كاع الناس كيعطوني غير 35 ماشي كبيره، تقول هذه كبيره هو كيعجبو له هو صغارين شحال منو انا. انا نتزوج بين صغيره ولكن ما بقاوش صغارين، واش حنا دائما نبقاو صغارين؟ شني كنت كنعمل عاوتاني مع المرض كنشبر كنقول انا هذا الراجل كيشبر وكيجري عليا من فراشي وكيركني وكيجري عليا، وهو بالاول كينوضني كيقول لي ما تنفراشك، ودابا انا كنمشي لعندو كيتبعني انا هذا الراجل شي حاجه ماشي هي هذيك. التليفون عملو الكود، عملو الكود بارسامات، عملو الكود وجهو، عملو الكود جميع الكودات عملو، والله ما تفتحو ولا تفتحو. قلت انا شوف هذا الراجل عندسس عليه، ما بقاش انا عين الماكله والنعاس والخدمه، عندسس عليه نشوفو شنو كيعمل. ضربتني فايقه خايمه مع 12 الليل، انا كنت كنعس بكري كنجي مهلوكه خايبه دار كنوض بكري كنوض 5 الصباح نجي مهلوكه كنعس بكري. قلت ثاني نوض للطواليت، ضربتني فايقه حتى انا ضروري كضربني فايقه كنوض حشر للطواليت. نوض للطواليت ديك الساعه نسمع الشرجم ما بين الصاله والبيت نعس، قلت هذاك الشارجي جبرته مجدد والو، عندي كيفاش نعمل ندسس عليه شني انا من والو صافي تنغطى ان شاء الله وغادي نفسو. وكنتمنى ما يتفكرش ديك الشارجي ونشدو، حيت ديك الشارجي ملي كطلل كيبان لك التليفون الضو ديال التليفون اللي هاز، حيت هو كيكون وجهو ليهن والتليفون عندك هنايا وجهك. قلت انا غنشوف كيفاش نعمل ندسس ديك الشارجي نشوف هذا الراجل شني كيعمل صافي. قلت صافي دابا نعس بيت عنده مجدد ساعة كندخل كنقول خليني نعس قدامك، انا والله الا فيا البرد خليني نعس قدامي صافي. مشيت نعس كملنا عليها ديك الساعة خدامة وانت ناجي تخسر فيا النعاس صافي. انا النعاس صافي، انا جبرتيني عن طفي التليفون وعن النعاس
صافي مشيت نعس، خرجت نعس، رقينا واش نتينا حمقى ولادك راهما ناعسين عقرابين حيت بيس قدام بيس بيس من السقف البيس، ولادك ناعسين عيف البيس ونتينا تجي يسمعونا تا ولادك شني يعني، وما عاد ولادي رجعوا يسمعوني، ولادي رجعوا يسمعوني، ونتينا مشي راجني ما عنديش الحق انا فيك، ما عنديش الحق نجي نعس. صافي الله يهنيك. واخا كنمشي كنضرب هاد الراجل، خصني نعرف شني كيعمل، خصني نعرفو. كنتمنى انا نسلم معنا في اللايف يبقاو معنا ويسلموني، الله يرحمو نديهم. هادي انا اصلا هاد القصة عبرة ننسى ننسى ننسى، خصوصا ننسى انا خصوصا هادي ننسى. كنتمنى ننسى يبقاو معنا. قلت لك خايبة دار جبرت نفست، غدا نفست ديك الشرجم ورديت الرواق، يعني شرجم نفس ورديت الرواق، وكنطلب الله ما ينتبهش لديك الشرجم بيشدوشي يمشقوك مش يفتو عيني عيني نوع دا اللي عتشوف لكن بصحو بيشدو. صافي خلي صوتا، قلت نفسي صافي نعاس، ما ملقش نقبل عين نعاس، انا هاد نعاس هاد نعاس هو اللي خرج عليا، والله الا هاد نعاس هو اللي خرج عليا. نكون في الكوزينة كنعمل الشغل، الكسوة اللي بيها في الكوزينة كنجلس قبل التلفازة كنعس، كيديني عيني بديك الكسوة اللي كنت كنعمل بها الشغل، اللي كنت كنطيب بها، اللي كنت زيت فيها، اللي كان فيها كلشي، كنت كنجبر كنعس بها. قلت غنطلع نشوف هذا الراجل شنو كيعمل، هذا الراجل تبدل عليا مبقاش كيما كان، علاش مالي انا خيبت من هاد الدرجة. انا باقي ما كملت لا 50 ولا 60، انا باقي تا 40 سنة ما دخلتش ليلة، انا باقي عاد عندي 38 سنة وشي حاجة، شهر واحد عاد عندي 39، انا باقا صغيرة. كاين ناس كبار مني الرجال ديالهم كنشوفهم شابرين فيهم وخارجين معاهم ومهلين فيهم وشابرة اللي تحت يدي وخارجة، مالي حتى انا راجلي ما يخرجني شي وشابرة اللي تحت يدي حتى انا يخرجني قدام الناس، اش مالي انا كنحشم بيه؟ انا ماشي كبيرة عليه، انا هو زايد عليا 10 سنين وراه كبير عليا، حتى اللي كيبقى يقول لي عقلي. ولكن انا ما كنرضاش خايبة دار، انا ما كنرضاش نشكي على شي واحد، انا حتى شي واحد نشكي عليه ما نرتاحش نعاود شي اسرار ديالي شي واحد. انا عروستي ساكنه معايا في السفلي، مسكينه ساكنه معايا، مراه كبيره كنعاودني عندها ولكن ما نشكيش عليها، هي كتسمع انا كنتغوت وكتقول لها وليدي الله يهديك امي الله يهديك، كنسمع كنقول لها يا اسكت، كنقول لها يا اسكت يا يما، كنقول لها يا اسكت، كنقول لها انا اصلا كنقول لها يما وكعيط لها يما، انا كنعيط كنقول لها يا اسكت يا يما، راه ما بقيتش مع مرا لوعينو. كتقول لي عايش بار بحالك؟ نقول لها والو، انا كبرت وكرشي خرجات وفورما ديالي تخسرات وفيا نسمة البصلة وفيا نسمة التومة وفيا جميع النسمات، انا فيا انا ما بقيتش صالحة، نفسو شي وحدة صغيرة وباقي فيها باقي كدور براسها وباقي مهلية في راسها. انا شنو كنت كنعمل شحال هادي، شني كنت كنعمل شحال هادي بحق هادي شحالي قبل ما يقول لي، قبل ما يدخل معايا الصحيح في موضع الزواج. واحد صاحبتي طيبه في العراسات ياك، نقول يا انا نهار السبت انا ما صبحاش خدامه، انت انا عندك شي خدمه نهار السبت، انا صبحه جالسه عيط لحق عليك، لحق عليك ونعاونك وخسر القشر، باش نجيب الشياطه اللحم ونجيب الشياطه الجداد ويعطيني ديك 20 فرنك ونجيبها، ويدبروا عليا الناس نهار السبت يدوروا براسهم ويلبسوا ويتقدوا قدام الرجل ديالهم، وانا مشى العراسة نخسر القشر ونخسر الطناجر باش نجيب الشياطة واللحام وجداد ونجيب 20 فرنك ولا 30 فرنك يعطيوها لي. ذاك الليل نخسر في القشر حتى الخمسة الصباح، نجي مهلوكة القشر حتى القشر ونجيب مني كدير الشياطة يا خايبة دار، مني كدير الشياطة، مني كدير اللحام، مني كدير ديك الشياطة اللي كتجي في الطباسة اللي خصني نعرق الطبسيل باش نخسر القشور. انا لا، انا كنشبر وكنعملها في الميكا، كنتي معايا الميكا تبويض كنعملها في الميكا بيضاء ونخشيها في القفه، نعمل الميكا بيضاء ونخشيها في القفه، نجي ونبقى نسخن ولادي وياكلوا. نقول لهم وليدي انا ما كنشري لكم شي لحم وجداد، انا كنجيب لكم من العراسه تكونوا مع راسكم، ولادي يعجبهم الحال ويسخنوا وياكلوا، يبقاو يسخنوا وياكلوا ثلاث ايام وما يسخنوا وياكلوا ديك الشياطه. صافي فيما كتبان لي شي حاجه السبت كنمشي معها السيمانه كامله خدامه، ونهار السبت نغسل القشر في العراسات. الى حتى حلت عيني
جبرت فهاد الفوت عاد ما بقيتش كنمشي للعرس، عاد خصو نقشع. بقيت كنخدم ديك الخدمه ديالي، وبقيت كنحاول نزول ديك الكسوه ديال الكوزينه، ولبست عليا تاع انا الكسوه مزيانه، ودخلت انا دوشت انا مشيت شعري تاع انا صبغ شعري تاع انا الحاجه اللي كيعجبو كنعملها. ولكن فهاد الفوت صاحبه ضاع السيد عمر عيني بوحده اخرى، ما بقيتش معمر عيني انا ما بقيتش معبره العين. فهاد الفوت وشفتك المره بقيتي كدور براسك، بقيتي شي كما كنت. نقول هادشي كامل على جانك نتينا، هادشي كامل عليك نتينا، انا ماشي على شي واحد. اما انا الخدمه كنمشي بحال الدوية، باش ما في حتى شي واحد، باش حتى شي واحد يشوف، يا اي واحد نبالو خايب نتينا اللي نبان في عينك مزيانة صافي، ما خصني حتى شي واحد نبالو، حيت انا نتينا اللي كنبغيك. ما كنبغي ما كيبان لي انا حتى شي راجل من غيرك، راجل كاملين ما كيبان لي شي، كتبان لي غير نتينا، نتينا اللي كتبان لي مزيان، وكتبان لي كتشعل، وكتبان لي راجل صافي. انا هو نتينا، هو حياتي، هو كلشي في حياتي. انا ملي كتقولي لي عندي وجهي بحال اللي كتخشي فيا شفره، وكتقولي بعض المرات كنكون عندك عندك باسمه كاع، ما خصنيش نزكب باسمه نهائي. كنقول له انا ملي كتقولي هاد الهضره بحال اللي كتخشي فيا شي شيء، وكتقتلني انا، كتقتلني ملي كتقولي هاد الهضره. انا مزوقه فيا، الا كنتي كتملغ معايا ما تبقاش تملغ معايا بعد هذا. واحد النهار هو يغيب عليا سيمانه، ما بقاش كاع كيجي للدار، كان كيغيب عي السبت وكيجي الحد، الحد كيجي يجي شبعان ما كيديرش حتى فيا. في الاول في الاول خايبه ضهر، كان شوق فيا ما نكذبش عليك، خايبه ضهر في الاول كان شوق فيا، حتى انا كنت كنعيا وكنت كنهرب وكنخرج النعاس ديالي، كنخرج نعاس في الصاله. انا ديك الخريج قبل ما يكون عنده نعاس في الفلوس، الصاله هو اللي خرج عليا قبل ما يكون عنده الفلوس، قبل ما يكون قبل ما يكون عنده الفلوس وهرب، وليدك قبل ما يرجع الشغل في الشركه ورجع عنده الثمن ويعمل فلوس. هذا السيد رجع كتدخلو 10000 درهم في الشهر، السيد عنده الفلوس وكيقول لي ما عنده شكل، كاين عاد كيطمع ورجع كيلبس الماركه. انا قلت كنشري له الحوايج، ماشي كنشري له شوك، شري له الحوايج مزيونين والدراوش مزيونين ايه، ولكن الثروه 100 درهم 150 درهم، كاسادوره عاوتاني 25 فرانك، قميجه 150 الو فرانك. عافاك خليك شي بلاصه فيها الكونيكسيون، عافاك عافاك بدي ابدل البلاصه اخوان، راه لي كومونتير مبلوكين، عافاك كلشي كومونتي لان لي كومونتير ما تيطلعوليش انا فهاد اللحظه، كلشي كومونتي، كلشي يخلي شي دعوه لد، يخلي دعوه لمريم، عافاكم كاع لي كومونتير دعوا لي معاها مريم. شكرا بزاف اخي بدر، كتسمعني مزيان دابا اخي بدر؟ واش كتسمعني؟ تنسمعك دابا. شنو قلتي؟ صافي اخي بدر، صافي اخي بدر، قلت لك هي هادي دابا غنجي لك من النقطه اللي قتلتني، باش ما نزيدش نطول عليك، سمح لي بزاف راني طولت عليك. غنجي لك من النقطه اللي قتلتني، سالت معايا وخرجت من واحد الطريق اللي ماشي هي هذيك. انا حشمت نقول عندك في اللايف، ولكن ما نكذبش عليك حي بحر، انا اللي كنا نقول لك انا صادق من الطريق. ما سمعتش من الصوت قطع، قلت لك خايب هضر، انا غنوصل لك من النقطه اللي هدمتني وقتلتني وانا واقفه حيه، كنتمنى كنموت وما نشوفش ديك اللحظه هذيك. انا مرة اللي كانت قويه وكانت كتصلي بالوقت وما كتطيحش الصلاه ديالها، وقويه كنت كنقول انا مرة قويه دائما كنت كنقولها، ضعفت عرفت راسي ضعيفه، عرفت راسي ضعيفه مره، كنت كنقول انا يجيب لي المرأة نقتلو ونقتلها، دائما كنت كنهد وعيده، كنقول انت ما تقتلش، انت ما سرق الزيت وما تقتلش، كنقول انا سرق الزيت ما نقتلش، ولكن نتينا انا التضحيه ال 20 سنه وانا كنضحي معك وامرت معك ودخلت لعندك على الحصيره وجبرتك حتى الكرم، ما جبرتيش باش تكري تكون معايا في الدار دولد عائلتك تبويت حتى الحصيره ما عندك شي، الحصيره دولد عائلتك بلا ما نقول ولد عائلته شكون هو شنو كيجي، دولد عائلتك البرد دود عائلتك، الكيسان دود عائلتك، ما عندك والو. صدق دابا انا ملي وقفت على رجلي ورجعت تمسك عليا الله ورجع ما خصني الحمد لله حتى شي خير، بقات خصني عيد راه مكمله نتينا، هادشي دخل عليا العصام جديدة باش احسن مني هي، لا هي عديها عندها 17 سنه 18 سنه، انا بيدي ديتيني عندي 17 سنه، انا بيدي ديتيني صغيره، ولا هي عجيبه مزيونه ومفرميه، انا بيدي جبتيني صغيره ومفرميه الفورمة ديالي مزيونة. أنا لا غلط، أنا غلطت بالعصب ديالك اللي كتعصبني وكتغضبني وكتمرضني،
ولي فرقتي عليا الفراش وانا صغيره. انا باقا محتاجه لك، باقا محتاجه الراجل ينعس معايا، باقا محتاجه الحنان ديال الراجل، باقا محتاجه الراجل اللي يدرعني ويقول لي الهضره حلوه، انا باقا محتاجه الراجل اللي يقول لي الهضره مزيمه، انا باقا محتاجه اي حاجه، انا باقا محتاجه لها. انا ما نكذبش عليك ونقول لك انا صافي 38 سنه انا شبعت من كل شيء. لا اخي بطل، انا كنت من هي غير في الهم الدنيا، كنت من هي في الهم الدنيا، حتى من الاجر كنت كنهزو ونطلعو للسطح باش نرخص الخدام. انت تيني اخي بطل، الراجل كنت كنسدسو ونطلعو للسطح باش حتى يدي تشرقنو. شنو هاد اليدين كيقول لي عندك اليدين ديال الراجل عندك اصعد، باش انا نبني الدار ديالي، باش نرخص ديك 100 درهم ولا 20 فرنك اللي انا عطيني الخدام باش نرخصها. وما مايوش هو كيتهلا في راسو، هو كيتهقى وكيتهلا في راسو. ولا جا غرق من الطنجره وجبر فيها البطاطا والجداد، عيخلي لك ديك البطاطا وعيغرق لك ديك طريف الجداد وعياكلو. هو كيفكر في راسو، هو كيتهلا في راسو. ولكن انا ما نسوقاش نقول وما نكذبش، وخايب هضر ونزيدك، راه مرات واحد المرضى وانا اللي وقفت معاه، انا اللي وقفت معاه كنشبر فيه وكنعيط من التاكسي وكنشيطو وكنعيط نخاي شبر معايا وكنديه للطبيب ونجيبو وكوزا، ما كانش كيقدر حتى يجي ونديه حسن الطبيب الضمان الاجتماعي، دير الضمان الاجتماعي في طنجة البالية، كنديه حتى نتما وكنشبر وكنشبر فيه وكنديه نشبر فيه انا وخاي، نعيط نخاي ونرغبو ونزاوك فيه. مرة نشبرو التاكسي، مرة خاي يجيب الطوموبيل ديالو ونديوه. دائما هيدا وجوزة واحد النهار كنا في الطبيب جالسين، دخلت واحد السيدة بقات كتاري عينا وشافتني أنا في واحد الحالة ضد السوريان، يعني لابسة واحد العباية حالة حالة، واحد جنكلة حالة حالة، واحد في واحد الحالة، وبقات كتشوف فيا وقالت لي 500 درهم. جبرت 500 درهم وعطاتني، قالت لي هي هذا راجلك؟ قلت لها اه. قالت لي شنو؟ قلت لها شني فيه وشني فيه، بلا بدا عيان مرت شني نقول لك شني فيه باش ما نزيدش نشرح اكثر. قلت لها شني فيه وشني فيه، جبرت 500 درهم وعطاتني. حسينا كتهت عليك، بقات كتهلا عيني، شافت لي واحد الحاله، انا قلت واحد الحاله ما نكذبش عليك، مرا مزيانه تضرب راسها، مرا مزيانه تهلا في راسها، مرا مزيانه تلبس، مزيانه تلبس تهلا في راسها، كلشي الحمد الدنيا الحمد الدنيا، كلشي غيبقى هنايا. انا عارفه كلشي غيبقى هنايا، ولكن انا كنت كنقول ما بقاش في كلام الناس، حتى انا نعمل الدار ديالي، حتى انا ما نجيش يدق عليا مول الدار ويقول لي خصني فلوس الكرا، انا خصني نعمل الدار ديالي، حتى انا كان سطح ويقول لي حتى شي واحد علاش طلعتي، ولادي دردقوا ما يقول لهم حتى شي واحد علاش دردقتوا، ولادي طلعوا يهوضوا في الدروج حتى واحد ما يقول لهم علاش طلعتوا ولا هوضتوا، ولادي شعطوا الباب حتى واحد ما يقولوا معلاش حطوا الباب، دارت باباهم وديماهم، حتى واحد ما يتحكم فيهم. فهمتيني اخي بدر، انا كان هذا هو الهدف ديالي، انا ما كانش الهدف ديالي شي حاجه، انا كان هذا هو الهدف ديالي. الناس كيقول لكم اللي يكتب لك كل من عندي الذكوره وشي ديالي، وانا راجلي ثقه، انا راجلي كيعرف بيني وبين الله، انا راجلي كيصلي ما يقدرش يعمل شي حاجه، راجلي كيصلي راه واخا كان كيقول لي حتى كنقول هي كتبلغ معايا، غادي يوصل معايا نصح الصحيح، شاف السكنات طلحت تبيضات رجعت كتشعل. صراحة الدرع منها انا ويا، ما نقولكش انا متبع وحدي خايبة دار، تهو كفح صراحة، هي اللي انا ويا انا وهو سالت الشبار قلب السكنة رجعت كتشعل، كان هو ديلي نقول له هاد السكينة نبقاو نخليوها نقيم، ما نخليوش يعوا ولا سوارت، نبقى نشطر تفسير نخليوها نقيم. صدق داري دير عليا اللوبة، دير عليا اللوبة السكنة ديالي، السكنة ديالي بدل اللوبة، بدل لوبة السكنة، السكنة ديالي بدل عليا اللوبة، السكنة هي الساقطة توارت شنو بدل عليك؟ راه بدلها، بدل السوارت، بدل عليا الساقطة دباب، دي السوارت الثاني، السكنة الثانية اللي صلحت أنا، اللي عملت لها فلافور وعملت لها الياقوتة وعملت لها، المهم صلحتها على حقها وطريقة على الذوق ديالي أنا، حتى الذوق ديالي هو ماشي غير أنا. هو يختار يستشار معاه، هذه مزيونه فلان، لا مزيونه هذه مزيونه، عرفت هذه مزيونه فلان، هذه مزيونه. الذوق ديالي صافي، الذوق ديالي والذوق ديالو، اي حاجه نستشار معاه. كيكون شي عرس كيقول لي وش نمشي للعرس، واش واش نقول انا مشيت للعرس خصني نعطي المراه 100 درهم، نعطيها 100 درهم عاد انا نكري اللبسه، عاد انا نلبس عاد قام عليا 500 درهم ولا 400 درهم، والله ما نمشي انا زايده فيا، ما نمشيش نحضر
ماشي نخرج، لا انا والله ما نخرج، انا نخرج انا نخسر 500 درهم، 50 درهم في الخرجه. نخرج انا نمشي نتسال انا حيت جهه بلايا ولا حيت جهه المدينه، نخسر انا 50 درهم ونجي لها انا 50 درهم زايده فيا، نجيب انا ونص ونجيب ولادي كفه الخضره راهم ياكلوا، نجيب امي كتا طوماطيشه وتشحتها ونعطيهم ياكلوا، نعمر لهم طنجره ونعطيهم ياكلوا. هذه هي الافكار ديالي انا، كانت الفكره ديالي ما نخرجش نتسال. يعني المرأة مكرهة كتعمل الدار طول الزمان، خصني الوظيفة دولتي، هذا كان هو الهدف ديالي. السيد ملي بقى كيربح الفلوس، ربح مليون بالفرنك، دخل هو الفلوس، مبقتش نعمر له أنا عينه، أنا مبقتش نعمر له عينه مرة نهائيا. وكأه ما نقولكش كيعايرني بمرات فلان، شوف مرات فلان بقات الفورمة ديالها مزيونة، مرات فلان مزيونة، مرات فلان شو كيفاش عاملة، نتينا تخسرتي، نتينا ما عرفش ليك، كتعيني بمرات فلان، رجعتي كتعيني انا مرات فلان، والمرة لا بغيتي تقتلها والتاني معاها عايرة بمرات فلان، لا بغيتي المرة تقتلها والتاني معاها كل مرات فلان حسن منك، انا كيقتلني وكيسالي معايا ملي كيقولي مرات فلان حسن، وهي حقا حسن مني ما نكدبوش على الله، هي مزيونة عليا ومفورمي عليا وباقي لها الفورمة ديالي مزيونة عليا، ولكن ما تقوليش هاد الهضرة ما تجرحنيش بيها، ما تجرحنيش، ما تجرحنيش بعد الهضره هذه، راه كتجرحني في النهار كتقتلني. صافي خايا نجي لك دابا للنهايه، للنهايه نهائيا، دابا ندخل لك في الصح الصح خايبه دار. صافي واحد النهار خلي شوف، ما تصدمش ما تصدمش، انا هنجيب بغيتي او ما بغيتيش، هتعمل شي فوضى او لا، هتحيح او لا، هتعمل شي حاجه هنخرجك من الزنقه، ما نشد عليك انا مرة نجيبها بالقوانين ديالها بالصدق ديالها وبكلشي ديالها، هتشد دقنة وهتسكت، انا ما نجريش عليك، انتينا جالسة مع ولادك معززة مكرمة، بغيتي تخدم تبقى خدامة الله يسهل عليك الله يعاونك، ما بغيتيش تخدم انا قفة ولادي هنعطيها لهم، قفة ولادي سخرة ولادي هنجيبها لهم، انا مقدبي ومقدبيها، اليوم عاد رجعتي مقدمية ومقدمية، اليوم عاد رجعتي حتى انا 20 سنة الخدمة ديالي وتمارة ديالي، عاد رجعتي مقدمية ومقدمية، حتى دابا يمكنش القوة ديالي ما تكونش، ما نتقبلهاش انا، انا ما نتقبلهاش، انا نموت قتلني عجيبة، انا ما نتقبلهاش. صافي في اخر مرة قلت لحظتي شنو كاين، هتحترم العشرة اللي بيناتنا، هتحترم 20 سنة العشرة اللي جوزنا، وهتحترم هاد العزارة اللي عطيتك اللي ولدت لك وربيتهم لي أحسن تربية وكبرتهم لي، وهتحترمني، هتحترم العشرة اللي بينتنا، هتحترم الحب اللي بغيتك من قلبي وما عمري بغيت شي واحد، نتينا اللي بغيتك وبغيتك من قلبي ديالي، قسما بالله إلا بقات فيا نتينا هو حياتي، واخا نقول غنطلقك ونسبح بيك ونمشي بحالي، ولكن ما نسخاش بيك، ما نسخاش بيك، خابت واخا انتي ندمتي في هادشي هذا كامل، ولكن ما نسخاش بيك، انا دبشتي، انا قتلتيني وانا حيه، وانا قتلتيني وانا حيه، قتلتيني، قتلتيني موت، موت حافية، قتلتيني، 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 المرأة اللي بغيتي تقتلها هي قتلة بالمرأة أخرى، أما بحال اللي قال لك ديك المتان خايبة دار، حنا باك الله يرحمه كان كيقولنا هاد المثل، قالنا الراجل كان كيضرب مراته وكيشبر واحد الهراوة وكيعطيها له، هذا غير مثل، كيشبر واحد لها بحال نكتة هايدة، شبر واحد الهراوة وكان كيضربها، وجا واحد كان يايس قال له وفلان اش كتعمل، قال له كنضرب المرأة كنربيها، المرأة عندي سايبة كنربيها، قال له ما تضرباش إلا بغيتي ضربها ضربها بالمرأة، المرأة ما كتضربها غير المرأة، يعني جيب المرأة أخرى وضرب، وجات هي قتلو
المرأة جات ديك المرأة قالت له ما تديهاش فيه ضرب كمل الضرب ديالك ما تديهاش فيه هذاك غير كيهضر يعني الضرب ديال الراجل واخا يضربك يعني ماشي المشكل ماشي الضرب هو اللي كيقتل المرأة ولا كيجرح المرأة أنا هي ما يضربني ولكن الضرب ديالو ما عمرو جرحني يضربني دابا ونهضر معاه دابا ما عمري قطعت معاه الهضرة ما عمري تقطعت معاه الهضرة عمري نفخ عليه ساعد ما قالو وجه خليني نسولك تتميني تسمع كذا ولدك سميتو سيمو لا ماشي سيمو صاف حيت كاين شي واحد تيقول لا ما نقدرش حيت كاين واحد انا في لي كومونتير تيقول لك راه الوالده ديالي هذه اللي تتفرج اللي تتهضر سميتو سيمو لا ماشي ولدي وما نقدرش نقول لك اسم دولي انا ما اسموش سيمو شي واحد يقول لك الوالده ديالي هذه اللي كتهضر لا كاين سيمو سيمو هذا تيهضر مع لا لا واخا انا مش انا مش واحد يمكن جاتو نفس القصه ولا واخا كملي لي كملي لي انا ما مريم. انا ما نقدرش نقول لك الاسم دولادي واخا كيك اخاي شبرت انا قال لي آه كملت لك على هذيك النكته اللي كان كيقول لنا بالله يرحمه كان كيقول لنا يما ياك هذيك بحال نكته بحال هذيك قتلوا ديك المراه اللي كضربها راجلها قتلوا غير قتلوا غير كمل على الضرب ديالك هذا غير كيهضر وصافي خليه يمشي بحالو يعني المراه كضربها غير المراه المراه هي اللي كضرب المراه انا راجلي واخا كان كيضربني واخا كيطرشني واخا كيعمل لي اي حاجه ولكن ديك الضرب ديالو كان كيجيني بحال والو يضربني ونرجع نهضر معاه نرجع نهضر معاه عادي بحال ما كاين حتى شي حاجه يعني الضرب ديالو كان كيجيني تنستو فهمتي عادي كي ديك الساعه جبار صافي ديك الشي اللي فراسو عملو ديك الشي اللي فراسو ما قلتلكش ما قلتلكش شنو قتلو قتلو احترم العشره اللي بيناتنا ما نجيبهاش للدار ماشي كريده ماشي للتاخر احترام العشره اللي بيناتنا والحب اللي عطيتك والعشرة اللي جوزنا 20 سنة ما تجيبها ليش الدار مش يديها شي من التعاون وسكنا أنا ما تدخلها ليش الدار ديالي قليتي نفس السكنة ديالك ما أديك حتى شي حاجة ما أديك حتى شي واحد قلت كيفاش أنا جيني نتي المعمرة تحت وأنا فوقي وباطيو كيتسمع الهضرة كتسمع الباطيو وأنا كنسمع كيفاش غادي تجيني أنا انا نقتل راسي ونقتلك نقتلك وما نخليكش لينا قالك تينا ما تقدر تغسل ما تقدر تعمل حتى شي حاجه دابا ولا غوتي تينا عزيزه عليا ماشي ما عزيزش عليا وما تخص وما هذيك حتى شي حاجه ولكن ولا غوتي ولا عملتي شي فوضى غادي نخرجك للساقه صافي هذه هي الهضره ديالي صافي شبر هو شبر جابه جاب هذيك الليله واحد الليله جاب السيده عملت لك العرس جاب الدار جاب الدار جاب الدار اللي بدل لها السقطه اللي بدل لها اللوبه السكنه اللي بدل لها اللوبه السكنه الثانيه اللي فرشت صافي ديك لي واحد الليله السيده عملت العرس ديالنا عاودوا لي الناس عملت العرس ديالنا عملت كل شيء ديالنا جبار السيده جات لك بالكسوه الخارجه كسوه الخارجه والسلهان كسوة خارجة والسلهان دخل بالكسوة كيقول لي العايل ودي كيقول لي أماما ما تغوت ما تبكي ما حتى شي حاجة حنا معاك حنا بجنبك أبا زاغ كيعجبو البنات صغارين زاغ خصو يتزوج خليه دابا يشبع دابا يشبع منه ويرجعني عندك أماما صبر أماما صافي اللي عطا الله والو حنا هنا ما نهضرو معاه ما بغاش يسمعنا صافي خليه خليه حنا هنا ما نهضروا مع هذاك بابانا شنو يعني نعملوا له نزبلوا فيه ما نقدروش حنا مام انا ولادي ما مربيينش على هادشي هذا باش يزبلوا في بابا كنقول لهم لا بالعكس تحترموا ما تزبلوش فيكم هو رباكم وتهلا فيكم وكبركم ما خصكمش تزبلوا فيه ما تزبلوش فيه ما كيزبلوش فيه حتى شي حاجه شبر جابه السيده جابه دخلنا انا شديت عليه السكنه ديالي وضحوت وما نعشتش يا سايق كان بكي وربي الحبيب اللي جاتني بكيا اما انا كانت جاتني الصدمه راه صعيبه كبقيت ساكته انا الناس قالوا لي مزيانه ملي بكيتي قالوا لي الناس مزيانه ملي بكيتي الناس كلشي انا ما كنرضاش في الحومه
وجاب لي الحوم ودخلها لي للدار، وانا ما كنرضاش. كنت كنقول انا مرا قويه وانا ما عرفش اني وانا وانا اخر شيء دخلني للدار، والناس كتشوف الناس تحاوم. احنا بحي شعبي، ماشي بحي راقي اللي الناس كل واحد شد الباب ديالو ودخل سوق راسو. الحومة ديالنا فيها بركاكة، كل واحد هذا كيتهنط على هذا، وهذا خصو يهضر بهذا. فلانة تجوج عليها راجلها، إذا علاش تجوج عليها راجلها؟ إذا شي حاجة يمكن شي، هي باقا صغيرة، سيدة كتولد، ولدت معاه، علاش تجوج عليها راجلها؟ نعرف علاش تجوج عليا، مريضة ولا ما نعرفش عندها شي حاجة، كان الولدة ديالها مريضة ولا ما، أنا الولدة ديالي صافية، أنا الولدة ديالي ما مريضة ما حتى شي حاجة، أنا مزيانة، أنا بخير. الصحة ديالي مزيانة، أنا ما كان مرضش أصلا، ما كان مرضش بزاف من غير كراجم ولا الروح. الصحة ديالي بالعكس مزيانة، باش يقولوا الناس يمكن مريضة بالولدة أو الولدة ديالها مريضة أو الولدة ديالها خانزة. أنا الولدة ديالي ما خانزاش، ماشي أي مرة تجوج عليها راجلها راه كتكون هي ما مزياناش، أو لا هي ما مخانزة، أو لا هي مش نقية، أو لا هي الولدة ديالها معفونة، أو لا أخوتي هادشي هذا ما كايناش. انا بالعكس انا نقيه، واخا كنت كنقول لكم، واخا ديك الهضره كنت كنقول لكم انا من الكوزينه كنجي نعس كنطيح طيحه وحده بالكسوه ديالي في الكوزينه، بالعكس انا كنت دائما على وضو، دائما كنتوضى ونصلي، دائما الوضو، دائما على وضو. انا اصلا ما الوضو ما كيخطانيش، كان مضطر كنقي به. انا بالعكس كنت نقيه هذيك ديالي، فهمتيني يا اخي بدر؟ كنت شي خنزه ولا شي حاجه، يعني انا كنت بالكسوه ديالي كان الناس حقا ديك الغلط اللي كان فيا شحال هادي جبار. الكسوه الكوزينه اللي كنا مبيعين الشو كنطيح بها طيحه على ديك الهلكة كانت الخدمه، وتصور السيده راه نايضه في 5 الصباح وهي ملي كتجي وهي واقفه. بالعكس بالعكس الشيء اللي تتقولي راه على قبلو وعلى تضربي تمره في الزنقه وفي الدار، بالعكس راكي بنت الناس ومراه ونص. بالعكس الشيء راه بالعكس راه مراه ونص، ولكن هو ما قدرش هادشي، هذا ما قدروش. انت كبرتي وما بقيتيش صالحاني، خصني نجيب شي وحده اللي بحال اللي جبتك انت نهار الاول، صافي تجيب شي وحده هذا غير صغيره تينا ساعتك سالات، صافي بحال شي كسوه شبع منها وسيمه، صافي ساعتك سالات. هذا هو القصد ديالو، ما قالاليش الصراحه، ولكن وقال لي تينا ما بقيتيش عجباني، بقيت شي فورمه ديالك كتعجبني، ما بقيتيش مزيونه كيما كنتي. ما قال لي هادشي، هذا نيشان قالوا لي. ما علينا، جبرت انا دخلت البيت ديالي، كيقولوا لي ولادي انا معاك، ولادي مساكن فايقين معايا، ولادي الكبارين، اما ولدي الصغير باقي صغير، كيقولنا عسى هذاك ما مسوقش. يقولوا لي ولادي احنا معاك يا ماما، احنا معاك، ما تبكيش يا ماما، اللي عطى الله هو هذا، حنايا غنخدمو، حنايا صافي ما سقطناش، سقطنا هاد الباك ما كسبناش، صافي حنايا غنمشيو نخدمو ونخلصو القدارات ونعاونوك، وهو صافي حنا في السكنة ديالنا وما نخرجوش من السكنة ديالنا، حنا هنايا كرسي، صافي بغا يعاوننا في المصروف ويعاوننا، ما بغاش حنايا صافي غنوقفو على رجلينا وغنتهلاو فيك يا ماما، وعرضتو لك هادشي كامل اللي فات وغنعوضو لك هادشي كامل. كنقول لهم انا مزوقة فيكم اولادي، حاجة وحدة ما خصكمش تعملو، ما تسبلوش، ما تشوفوش هاد المشاكل وتسبلاو هاديك بلي اوهو بلي اوهو بلي اوهو ايكم بلي. انا كنت كنراقبكم عيني البلية، وعلى شي واحد عندك الله يحفظ يا ربي ديك الدراري كيبقاو عندك اختصاب وديك الشيء، فهمتي؟ فهمت، نحديهم هاد الشيء هذا. انا بزاف عندي النقطه من هاد الشيء هذا، وعندي الوسواس من هاد الشيء هذا، صافي عندي الوسواس في ولادي هاد الشيء هذا. مع كنسمع اللايف ديالك بزاف، انا كنسمعو بزاف بزاف، انا كنسمعو، انا خايبه دار واخا ما كنسمعش باللايف، كنسرجي بالديوات ديالك. ملي كنكون خدامه كنعمل فونس وكنبقى نتصنت لهم، انا خدامه وانا كنتصنت لهم، كنسرجي ثلاثه واربعه وخمسه، ونقول لهم وشوفوا بدر الهلالي واش نزل شي حاجه باش تفرج لك، يقول لي وراه ما نزل والو، وراه كلشي سارجين عليك راه باقي ما نزل والو. صافي خايبه دار، هي هذيك شبر شابة دخلة ولا غدا في الصباح الناس مجين يا خايبة دار بصلاة وسلام، عائلتها في الصباح مجين بالفطور حيت المنطقة اللي حنا فيها وانتي قاصة الفوق كي انا فوق، انا فوق المنطقة اللي ساكنة فيها انا، كيجيبو الفطور للعروسة نهار الصباح داخلين بصلاة وسلام، شومة
عارفين هاد الراجل بولادو وعارفين انه عنده المرأة. حشوم حشوم عليكم طالعين بسلات وسلام. وانا قسم فوق ساعات جبرت انا لبست العبية ديالي وخرجت خرجت. قالوا لي ماما في مشاكل ما نعمشين جنب البحر نجلس نشم الهواء يخليني ولادي. مشيت بقيت جالسة 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 وديك الموج كضرب وانا جالسة كنشوف وكان خامم وكان بكي خايبة دار كاسة قبلت البحر وديك البحر عاجبني كديك الموج كيضربوني كنشوف ما الدرج دي في ديك الرميلة وهي كنشوف. ساعات ساعات ديك العشية ومشيت لحالي او تاني كان صبر اجبرت في ديك الناس مشاو في حالو ما بقى لا سلات وسلام ولا والو. الحس مقطوع السيد مع العروسة ديالو شد عليه صافي العس مقطوع السيد عايش الحياة. بس كنفكر انا تقولي حياتي كم نقوس التمرة السيد نهار اللي خدم شافو واحد الثمن وجا عنده الثمن مزيون شوف شني هاي مني شني انا عم قاعدة عم قاعدة نبكي ومنزل يدي على حناكي وكنخمم ولادي مساكن تاهما مألمين معايا لوان هادشي هذا ما مسلكنيش شنو غادي نعمل تانا خرج نعيش حياتي لا والو انا حياتي كامله وانا كنصلي 20 سنه تصلي كامله عاد مشي لي ها وانا اللي كنت شريفه والناس كلشي كيحترمني الشركات كيحترموني الحومه كيحترموني كلشي كيحترمني عن وسط راسي. لا لا الله يديك مريم على الشيطان تثبت راسك تينا راه كبيره بقى صغيره دعي راسي كنقول له وشني غنبقى نسمع المدح ديال ام الباطيو ونسمعو كتقول له احبيبه الزين ديالي ها ويقول شني طيبتي لي شني وجدتي لي بشهيوات ونشم شهيوات طالعين نسايم شهيوات طالعين عم جالس نايم طرطق انا السكر عمرو ما جاني عندك يجيني لا والو خصني نعمل شي حال. كنفكر عاوتاني كنطلع على السطح باش ما نسمعش ديك الشي كنطلع على السطح وكنجلس عاوتاني كنهود شني غنعمل ودي بقى كيتعطل في الليل حتى هو كيشوفني مألمة غير مكوسة غير مع الصباب كيتعطر الليل. من بعد بقيت كنشم فيه الناس متكرر كنقول له كتكمي ياك قول له لا قول له لا كتكمي فيك الناس متكرر وباينة بعينك كميتي انا ما سخفش عليا التربية ديالي مشات ياك التمرة ديالي مشات كلشي مشى كلشي مشى بالزيرو كلشي مشى الباك مشى ولديني ما كخصنيش يتبلى تبلى راجلي اللي كنت كنبغيه وكنموت عليه مشى كلشي مشى انا رجعت في الدار بحال شي كاريه لا والو كنفكر كنبقى جالسه ما عندي كانت شغل ما عندي كان والو المره اللي كنت كتجي وملي كتجي من الخدمه وهي الشغل ما بقيت كنخدم ما بقيت كنمشي كيعيطوا لي في الشركه نقول راني عندي المشكل مع الراجل وصلوا من الخبر الشركه وصلوا من الخبر بان انا راجل جوالي كوني صافي اجي باش تنسي واجي للشركة تخدم على راسك معنا خريطة مرعية كنخدم مزيان في الماكينة ممكن كامل نخدمي اجي باش تنسي باش تهدي والو خايبة دار ما فياش يدي اللي خدمه فين ما يدي اللي يخدمه يدي مسقوطين يدي مسقوطين نهائيين يدي مسقوطين. واحد النهار كنسمع كح 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 وانا كنوز لك خايبة دار واحد الشفرة فتشت عليها في البلاكار وجبرتها في الشفرة ضد بيحد الحولين فتشت عليها في البلاكار وجبتها ولادي الكبارين ما كايناش اللي كانوا كيدخلوا في التعود الليل عشرة الليل كيكونوا في الدار دابا 12 الليل هما ما كايناش في الدار فين باهم اللي عيسول عليهم وحقولو دخل في حالك باهم عايش المراهقة ديالو عايش حياته خدام كيكركرو وانا ولادي ما تيجيش عندك دابا باقي السيد باقي في شهر العسل ما كيجيش عندي كيصوني على ولادي كيسقسي فيا ايه كيسقسي فيا كيصوني على ولادي وكيسقسي فيا كيفاش نيا يماك وتهلاو في يماكم ايه كاينه كيقول له بصراحه تقن كيقولوا تهلاو في يماك وكيفاش نيا يماك ولكن ما كيطلعش عندي طعم ما كيطلعش عندي كنسمعي صوته شبرت طلع لي الدم تعصبت ولادي فين هما ولادي اللي كانوا كيدخلوا في العشرة في التعود كيكونوا في الدار باهم زيارة عليهم باهم فين هو باهم راه عايش حياتو مع بنت صغيرة عايش مراهقة ديالو عاد جاتو
شنو هنعمل انا؟ انا عذبني بحياتي نهار الاول، غادي عاش معاه بشويه، انا عذبني بحياتي نهار الليله ديالي، اختصرني وعذبني بحياتي، غادي عاش معاه بشويش ما تسمع حتى شي حاجه، كتسمع الضحك والتكركير، انا الغوت ديالي تسمع من دور العين. يا والو هذا انا هو ده القتل وغنتهنى منه وغنقتل حتى راسي. سالينا امري من عرش الشيطان، هادشي مع راسي كنقولو، ماشي شي واحد كنقولو، امري من عرش الشيطان، غتقتل راسك عادشي جهنم، واش غادي تمشي للجنة؟ الجنة عمرك شتيها بعينك، ما تقتلش راسك، قتلو وتهنى منو، قتل عيا وتهنى منو ومشي للحبس، والدار غتبقى غير لولادك، ما غتبقى حتى شي واحد. هادشي اللي كيقول لي راسي وهادشي اللي كيقول لي عقلي، ما بين العصب ما بين شي حاجة. خوتي كلشي كيلومني، كلشي كيلومني، تينا لحياتك كاملة وتينا تمارة، ملي كنقول لك قول لي كتب لي، قول لي كتب لك، كتقول لي كلشي لولادي، كلشي لولادي، نتينا اللي عملتيها لراسك، نتينا اللي ما كنتيش كتلبس وكتضرب راسك، نتينا اللي كنتي دايما حالتك حالة، كنقول لك البس وما كتلبسش، كنقول لك ضرب راسك وما كتضربش، نتينا هي السبب ذات الشيء هذا كامل اللي وقع لك. نقول مشي هو الحل، الحل ما عندك ما تعمل، مشي دعيه، مشي دعيه عند المخزن، قول لهم عمل لي شهادة العزوبة والسيد مجوش، دخلي معه الحبس. عم قتل عاودة وتهنينا من المحامي، قتل عاودة في محاكم، كيفاش انا؟ قلت انا ولادي، ولادي ما بغاوش، قال لك تدخلش بانا الحبس، بانا خليه، جاتو سنين المراهقة خليه، دابا يجوز ويرجع، دابا يجوز ويرجع لعندك، صافي خليه، صافي. ما تدعيش باني ما تدخلوش الحبس، صافي بقيت عيدك، جبرت هزتك شرعة ودقت عليهم، دقت عليهم بجد ماشي بشويش، كان طلع الباب أغسطين مسكينة سمعتني، عندنا واحد لكيكز وطالعة حتى هي طالعة، شنو كاين شنو كاين، عايب عليك هادشي اللي عملتي، كتقول له هو صراحة عايب عليك هادشي اللي عملتي، انت كبرتي وكبر ولادكم عاد عامل تبهدلة وعامل الشوا وعامل الناس يهضروا فيكم. قلت انا غنقتلو، انا غنقتلو، غنقتلو، انا قتلوني، قتلوني، انا قتلوني، قتلوني، قتلو بيا شي عرق، غيخلي ولادي يتامى، وما كيديرش في ولادو، مبقاش كيدير في ولادو، مبقاش كيدير فيا، علاش انا مالي انا شي مشي مرا، انا الناس كلشي كيهضر فيا، علي كيقول مريضة، علي كيقول ولدي ديال مريضة، علي كيقول فيا شي حاجة، انا ما فيا والو، انا صحيحة، وكنضرب بجوج باش يسموني الناس، الناس كلشي كتسمع، انا غنقتلو، شي باري ما وخرجة وهبطة، انا ما نقدرش نقتل غدر، حتى هاديك انا ديك الشرة في يدي، من يدي كيترعدو، يدي كيترعدو، كيترعدو من جراحة عيدي، كيترعدو كيترعدو كيترعدو، هي خافت دخلت لبيتها وشدت عليها، هي خافت، قالت لها مرا عندك حمقى، ما عندك حمقى، مريضة نفسانيا، خصك تديها لطبيب الحومة، خصك تديها لطبيب نفساني، قلت لها نوريك ما تطيب نفساني ونوريك طبيب الحومة، الدار اللي عايشة فيها انتي ودخلتي ليلى، اللي غسلتي رجلك ودخلتي، ما ضربتي عليها تمارا، وهاديك انا اللي بنيتها، وانا اللي صلحتها، وانا اللي فرجت صباحها، والله ما تبقى فيها والله، نحرقك ونحرقها في الدار، سنينة. نحرقك، نحرق كل شيء، اليوم يتحرق ولا تبقى عايشة في عندينا، علاش مش تتزوج بالراجل قد طبك؟ تمشي تشوف شي واحد قدك، علاش مش تتزوج به؟ أو لصقة، كتلصقو في الرجال، وكديرو جنب جوجين، مشي دي شي واحد في المستوى ديالك، أو لا حيت هذا عنده فلوس، ما عاد خدم معاه حتى الدم، ما عاد تداشي معاه في الزيرو بحال اللي بديت معاه أنا، ياك؟ أش نقولك أخي بطل الصوت؟ صوتي مبدل ياك؟ يمكنك تدخلي كاع تفرجي في اللايف تاكدي الا بغيتي. لا عندي تليفون واحد ما عندي كيفاش. واخا كتقدري تدخلي للفيسبوك وتشوفي، كتقدري تدخلي للفيسبوك. مالو ما نعرفش. هانت راه مبدل، وانا نزيد نغلطو لك كثر باش تكوني مرتاحه. راه مبدل. ودابا اصلا عليه، دابا اصلا عليه نسالي. قلت لك خايبه طالع. صافي. غنقتلك وغنقتلها وغنتهنى، وانا ما نقتلش راسي. صافي كنت كنقول غنقتل راسي، ولكن انا نفكر غنقتل راسي غنمشي جهنم، انا عندي العقل غنمشي حمقى، نقتل راسي نفس السبه ديالكم، نمشي جهنم كوسي، غنمشي جهنم ماشي مشكل. جبرت وزول لي ديك هبط يما، زول لي ديك الشجره، وعطاني يا خايبه دار، جبر ولادي ما تسناش، وعطاني يا خايبه دار قتله،
قتلهم قتلهم حتى بقيت انا كنقول له ما نعاودش. انا بس نقول صافي يطلق مني كحال انا ما نعاودش. وهي بالحرام ما فكتني ما تشي حاجه ما فكت ما والو. شباس كنقول صافي انا طلع بحال طلعت حالي بقيت كنبكي من هنعش بقيت كرسه كنبكي كنصوني على ولادي يجي صافي جا ولادي ما قلت له حتى شي حاجه ما عاود كان ضربني لها وكلو حتى شي حاجه والو. كنحاول مشاكل ما نقول لهم شي اللي فيهم يكفيهم. جا ولادي مع ديك الوحده في الليل عاد دخلي دخل الاول ودخل مورا اخر صافي جبروني بتكية في البيت طلعوا عليا قلت نفسي نعسو وانا ما نعسى ما والو. صافي نعسو ساكن حتى هما كسوا كس حمود دم وراي داك برالي براولي جنابي جنابي كان مضروبين بقاو فيهم الطبايع براولي جنابي. وحد النهار قلت على الخش تقعد قلت على الخش خرج ساعه وتاني هيدا جنب البحر وبقيت جالسه في واحد الكرسي ديك الكراسي اللي كيكونوا في رياضه البحر. بقيت جالسه هيدا وقف عليا واحد السيد هيدا من نوم وقف عليا واحد السيد السلام عليكم السلام ماشي لي كسكت انا هنايا بوحدي سكت. قلت له انا خصني عينه من خوي قلبي يا خي خصني عينه من خوي قلبي. قلت له اشنو كاين شنو قال لي عرفت شنو كاين يضرب معايا في الطوموبيل. والمهم اللي طلعت بحال اللي خاف بحال اللي ما خافتش صح شنو قلت شنو عامل عيقتني عيقتني شنو عامل والله صار طلع كيدي هاديا والله صنطلع مع الطنوب مع هو كبير برشا مش كنت شوفت سيدة. قلت لا 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 ما بين حيث وقفني واحد وحالي ما تقتش فيه وما هذا تشينا بحالي شوفت سيدة بحالي اختقت فيه. طلعت معه وبقيت كان عود وقال لي غفت شنو كاين قلت شنو كاين قال لي عمشي وعند واحد مرة ونبسو معها شي ساعة بالمكانة وخوع لي قلبك وعود لي كسباني مهموم. قلت له يلا وخانا مع عمري انت غادي نعملها شنو قلت انا شنو قلت ما بالي ما بالي شنو قال لي عقلي قال لي عقلي غنمشي مع هاد السيد غنجلس معاه غنفرغ عليه قلبي وغنعاود له وغنبقى نتلاقاه ونفرغ عليه قلبي وننسي هاديك المشاكل وننتقم من اخر مابقاش انا مقابله غير هو غير هو غير هو انتقم منه. هادي هادي النوايا ديالي انا ساعة خاي ما انتقمتش منه ما انتقمت غير من راسي انا أما هو عايش حياته. انتقمت من راسي أنا انتقمت من راسي وسخت راسي أنا أنا لكم نظيفة وشريفة ونقية وسخت راسي وخنست راسي أنا وسخت ما انتقمتش من قطعة انتقم من متى أنا أنا مشي مشيت مع ديك الدار دخلت واحد الدار واحد الجو ما عمري شفتو ما عمري شفت الجو هذاك معمر دخلنا واحد الصالة مهبطة لي لا رواقة مهبطة رواقة السيدة عيطت التليفون قال لها شوف أنا في الجمعية واحد السيدة شوف خصك تهبط رواق على ديك البنات باش ميشوفوهاش السيدة محترمة مخصها يشوفها حتى شي واحد. قالت له صافي واخا أنا نهبط رواق غندخلو ديريكت للبيت. شوف فرس مشيت قالت له ولكن بحال دائما غدخلتينا الأول وهي عاد شوفك لدخلتي وعد تبعك على عين الناس عاد تبقى واحد جوج دقايق ولا ثلاث دقايق وعد تبعك باش الناس فهمتي باش الناس ما كيعيقوش بها بان هي عندها الدار فهمتيني عندها دار دار ديال الدعارة دار الدعارة عند اياه هو شبر مشى هو الاولاني واحد خمسة دقايق ولا ثلاث دقايق واحد ما عرفاش نشي بلي خدامة في دار عندها دار الدعارة لا بقى ما عرفاش انا عارفه نمشي مع عند السيده لا انا عارفه انا بقى ما كنعرفش على الدار الطعاره ولا شي حاجه انا عارفه نمشي مع عند السيده اي عارفه هو قال لي نمشي مع عند السيده قال لي ودي وشكون هي السيده على اش اساس السيده علاش لا ما شرح ليش انا مشان عند السيده نجلس معها واش كيعرفها واش من عائلته انا ما كاع ما سولت ولا ما سقسيتو شي كاع انا ما سقسيتو شي انا مشان نجلس وصافي انا ليلي هادي صافي انا طلع لي الدم انا مشان نجلس مع السيده صافي مشان نجلس معاه. مشيت دخل هو الاول وانا تبعته شفتو الدار اللي دخل فيها الطبقه الاولى لا الطبقه الثانيه لا الطبقه الثالثه هي هذيك النمره الفلانيه النمره البارطمان الفلانيه
حط الباب عجبة مفتوحة، دخل ديريك صافية هاديك جبرت ديك الرقم مطيح، سلمت على السيدة، دخلت ملي كنا لقيت كاس انا خايبة دار كنعاود له هاديك نكذب الشركة خايبة دار شبر هو ملي بغا يقرب مني انا ما حملتش يقرب من عندي، ما حملتش انا حملت انا خصني نعاود انا ما خصنيش يقرب من عندي يدرعني ولا يبوسني ما خصنيش داكشي ماما ماما انا كنرتاح من راجل واحد في حياتي صافي ما خديت حتى شي راجل. شبر بقى كيقرب معايا يعني شافني والو والو قال لا عندك ما قال لا عندك مش معاها زعما على هذا الشراب وديك الشيء. قالت لي يا كريم كيخطا شي من نبيره عمرت الكاس وخلصت خلطت المناضه وقال لي هكاك شرب هذه المناضه تبرد عليك. شبرت وشربت ديك شربت وشبرت وكركرت وشربت المناظر عنده مخططه بالشرق. قلت له ما خايبه مره مره شنو هاد المناظر هادي؟ قال لي مزيونه هادي هي اللي عتفاجئ لك وعتبرد عليك. هكزت بالكاس اخر معنا عطشان وكحه عطشان ولي كبير هيك قول واه مره مره شنو هاد المهم شربت شرب ما كان عارف لا شرب بس شحال شويه هذاك بيا الشرب صافي. ديك الساعه نسيت هي هاديك صافي اللي عطى الله عطاه اللي عطى الله عطاه فهمتيني خايبه دا. غلطتي معاه غلطتي معاه غلطت غلطت معاه وسخت راسي وسخت راسي صافي. شبر هو عطاني الفلوس قلت له ليش هاد الفلوس؟ قال لي هادو ديالك. ليش هاد الفلوس كاملين بزاف شحال من بيهم؟ هادو ديالك تستاهل. شبر عطاهم لي. جبرت السيدة قالت لها عرفتي شنو كاين غتخرج السيدة الأولاني وهي بلاتي تخرج جا ورجعنا عندي ودار معايا. قال لي شوف خرج في حالك انا نخرج سي نخرج في حالك واش نوصلك في حالك هاد السيده هادي تخرج عليك لبقيتي معاها هادي غتخرج عليك. قلت له صافي واخا جات هو خرج انا مشيت على الواعي ديالي وما عمري شربت ديك الشي ما عمري عملت ديك الشي. قالت لي اجي. قلت لها شني؟ قالت لي كنشوفك ماما ومشي بحال الناس كيكونوا كيضحكوا ونشطين وهذا. قلت لها انا والو انا اللي كان انا خصني غير نفرغ يعني. قلت لها شوف انا مهمومه توج عليا راجل وما تقبلتها شي ودخل عليا الدار وجاتني صعيبه بزاف. جات هي قالت لي واش غنقول لك؟ ما عندي ما نقول لك. مشيتينا الاولى ولدتينا ها هما البنات هادو كاملين عندهم مشكل اللي ضحك عليها اللي سمح فيها اللي باقا صغيره وهي عندها ديك الدار عندها مش غنقول لك علامه اخر عندها الشيشه عندها الشراب عندها البنات كيجلسوا معاها بالليل اللي كيجيو عندها بالنهار البنات كيجيو عندها بالنهار عندها الناس الرجال كيجيو عندها كيقولوا لنا الرجال ديالهم خدامين كيجيو كتوصل العشيه كيمشيو في حالهم كيجيو عندها بخط 8 الصباح ولا 7 الصباح شوف حالهم عندها علام ديك الدار ديك. قالت لي جلس معنا شويه شو قلت لها واخا جبرت وجلس مع ديك البنات. ديك البنات كيقولوا لي تكملي كنقول لهم لا والو كيقولوا لي هادشي هو اللي عايز تاني كتبني مهمومة مهمومة بزاف وحنا اللي هنايا كاملين مهمومين لما أتينا مهمومة هادشي هذا هو اللي عين السك كنكون متأكدين عين السيني كيقولوا لي عين السك صافي. عطاوني كرر وعطاوني كلشي طابور هيك صافي خير وطر مشيت لحالي بقات تسولينا أنا وديك المرا بقات كتعيط لي كتقول لي خصك تمشي تجلس معانا تجلس مع البنات البنات كيجيو كيخصهم يجيو خصهم تجلس معاهم نتينا الحال ديالك تجي باش تنسي وهادي ما تبقاش هي مهمومة في الدار. كنشبر كنطلع عندها كنجلس معاها كنبقى جالسة معاها صراحة كنقول لك خير دار نيكيني كنقول لك كنجلس معاها عطيني ديك البنات كيعطيوني الكرون كيعطيوني الشراب كيخلطوا لي بالمناضة. أنا عارفة ماشي ما عارفاش ما كدبش عليك في الأول ما كنتش عارفة من دابا راني عارفة راه كيخلطوا لي كيقولوا لي هاكا تشي ولي عين السي مش غنقول لك الخايبة دار. كنحس براسي أوسخ مرة في حياتي أوسخ مرة اللي توصلت وتجوج عمل حلال ومشي عيش حياته ولكن أنا انتقمت من راسي وقتلت راسي قتلت راسي نهائي. أنا ميتة خايبة دار أنا ميتة كنمسق على راسي دائما كنمسق على راسي كنشوف ولادي ما كنقدرش نمس فيهم عيني كنكمل شي فيهم الشوف كنكون كيزة في الزنقة قدام الناس كنقول أنا موسخة هاد الناس عارفيني وقيلة علاش كيشوفوا فيا
عارفين، كنشوف شي واحد كيشوف فيا كنقول هذا عارف، كنشوف شي مرة كتشوف فيا كنقول هذه عارفة، ماشي كنقول أنا موسخة، قسم موسوسة من راسي، من راسي موسوسة. اللي كنشوفو كيشوف وليتي تخدمي معاهم ولا غير تمشي تشربي وتكمي؟ كنمشي كنشرب وكنكمي، لاجي شي واحد كتقول لي نوض، كنوض كتقول لي تقول لي خليني، كتقول لي لا انا ما يمكنليش، انا اللي بغى شي وحده كتنوض معاه، اللي بغى شي وحده كتنوض معاه، بغى تنسينا خصك تنوض معاه، تيني حاجه جديده، تيني حاجه جديده، باقي ما مشاش معاك يعني، هادو كاملين مشى معاهم، نتينا خصك تمشي معاه، صافي انا خايبه دار، باش يخصني الفلوس ولا خصني شي حاجة ولا خصني لا فلوس لا والو، كان ما كنمشي كنت عندك كتعيط لي، كتعيط لي اجي اجي اجي، مشي عندها غير باش كنقول لك نسي بحال اللي تبليس وديك الشرع وديك هذيك، وما نشرب وعي تما عندها، ما عندي فين نشرب، نشرب وعي عندها تما ما عندي فين نمشي نشرب، مشي نشرب، وكان بحال اللي كان نسا وكان نعاس كاع، كان نعاس عندها الدار ما كان عايشي عندها، كان كان ديك الشرف حالي كيجيني النعاس حالي كنسى، ولكن ملي كنوعى براسي كنقول انا خانزة، انا موسخة، انا منسواش، انا فين في نفس أوسخ الوقت امرأة في غلطة؟ العالم، أنا أوسخ امرأة، داك الشي اللي كنقول أنا، وعساك كاين واحد ما تقبلوش، كاين واحد كيجي شارف 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 كيقول لك جيب لي شي وحدة في عمرها 17 عام تديك الشوارع تجي عندك بالعكاز خايبة ظهر، خصك تلقى الدروج باش تشبر فيه ويطلع زعما انتك رجال، شنقول لك خايبة ظهر، تينا راجل وما خصنيش نزبر في رجال مصر. تيني بدك راجل سمح لي بزاف راحتك، رجال زمان بالعكس خذي راحتك. زمان راجل شارف اخي بدر عنده 70 عام كيجيب العكاز هذاك بقى خصو عيال كبار، كيجي 70 عام خصك تلاقاه منين نزل من التاكسي، هاودا 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 السي فلانجا السي فلانجا هاودا هاودا، تلقاه واحد ما عرفتيش علاش هاودا تلقاه السي فلانجا، حيت السي فلان عنده الفلوس كيجي كينزل لها 500 درهم غير في الدار، هيكل الساعة في المكان ويمشي بحالو، علاش يهودو هودو شبرو في السفلان، هودو شبرو في السفلان عندك يطيح في الدروج، نطلعوه للطبقة التالتة بقا يشوف هادي ويشوف هادي ويشوف هادي، قول لا والو هادو كاملين كوارين، شي ماشي وحدة عندها 17 عام والو، أويلي أويلي كنقولي أويلي، كتقولي ما شفتي والو، قول هاد الشارف هاد خصو عنده 17 عام وشحال نقولي والو، ونزيدك خايبة هدر ما خصنيش نقول هاد الأسرار، ولكن وكيلا ما نقولهمش يا خايبة دار لا لا غير قولي قولي كاينة، بالعكس مزيان كاينة بزاف البنات، غير قولي. كاينة البنات اللي معايا بغيو شي مشكلة، كاينة البنات اللي معايا بغيو شي على هاد الهضرة اللي كنقول عليهم، لا غير قولي قولي. كاينة البنات خايبة دار بنت شان الله عندها 17 عام 16 عام 15 عام، بنت المدرسة، بنت باقا كتقرا في المدرسة، كتجي دار الطهارة كتعطي ماشي القدام كتعطي، فهمتيني؟ فهمتك. هي باقا بنت كتشعر بالزين، كنقول لها أويلي إن شاء الله اللي ما ولدتش البنت أنا، هادي بنت المدرسة باقا بماليطة ديالها، كتقول لي شد طقمك وسكت باقا ما شفتي والو، واش هادشي كامل باقي ما شفت والو، كتقول لي باقا ما شفتي والو، بنت المدرسة عندها 16 عام 15 عام كتجي عندك وكتدخل راه فيها الحبس، كتقولي شد دقنك وسكت، كتخرج شي هاد الأسرار هذا، كتجي تدبر على راسها شكون اللي عيطيها باش تقرا، باها عيطيها باها ما عندوش، هذيك المرة كتقول خاها عيطيها شكون عيطيها، اللهم كتجي باش كتكسي راسها وتشري كتبها راسها، كيفاش ما كتقصح مولو انا ما نقدرش، صافي هادشي اللي كاين، صعيب صعيب صعيب، اوسخ ترقية هادي
نتمنى البنات يسمحوا لي انا اللي كاينه قلت، وانا كنتمنى من نساء ما يتيقوش برجال بزاف، ماشي ما تقش برجله ولكن يعني ترطب على شويش. انا كنت نية وثقت، شوف النهاية ديالي في وصلت، رجعت اخنز مرة مسخة، انا كنعتبر راسي مسخة، المرة اللي كانت كتكافح على ولادها كتكافح بس مدارة، شو النهاية ديالي كيفاش رجعت، واش انا اصلي عدت قبل مني السماء، مستحيلة خايفة دار. مرة اللي 20 سنة وهي كتصلي حياتها كاملة جوزتها نقية، شوف النهاية ديالها في وصلت، انا اوسخ مرة، انا خانزة، تمنيت الموت ولكن الموت ما عدينيش الجنة وانا هيدا. يا كنتمنى من الناس يدعوا معايا الله يعفو عليا. وانا مازال مريم مازال مازال خايبة دار، الله يرحم والديك الى قولي عين شنو يكتبوا عليا، واش كتبوا عليا زبلو فيا، شنو قالوا فيا، انا ما قرياش شكون زبلو فيك، راه الناس كامله كلشي شد فراسه وقال لا كلشي في الاول راه شي جيتيهم احسن مراه، وكلشي تيقول لا ما تستاهليش، كلشي تيقول الله هو هذا خير، الناس كاملين جيتيهم احسن مراه ولكن بحال تيقول لا لا ماشي انت هادي تقويش مازال لا هي مازال شحال دابا انت خدامه في معادي؟ لا ما نكملش بزاف، نقول لك مشيت مع عندها شي 4 مرات، شي 4 مرات ولا 5 كاع، 5 مريم عشان براسي 5 مرات مريم. نعم خايبي دي بنات 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 تتبني 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 وتتزوي ويتحيد هذيك الطوبة اللي تحتاني ويتريب كل شيء، هي اللي درتي انت يا سيدي تي راه هنا تتهضري وكل شيء تيزيد يحتارمك وعرفتي لي كومونتير منين بديتي وكل شيء تيكتب لك الله يسهل عليك وكل شيء كاع الناس في لي كومونتير دابا تنقراها كل شيء كان ما تدوش حتى جوج ثواني ولقى دعوه جوج ثواني لا تعطلت تلقى الناس تدعي معك كل جوج ثواني الناس تدعي معك بالعكس راه داك الشيء الحوايج ديال البنات الناس و عرفتي راه كلشي دابا انا تيقول لك مسكينه عافاك قول لا قول لا كلشي تيقول لك حراتي كلشي دخلتي ليه الخاطر وكلشي ما تقبلش هادشي اللي قلتي كلشي تيقول لك لا عافاك عافاك ما سقيش عافاك بدي جديد فهمتي كلشي لحد الان مازال تيدعيو معاك تيقول لا لا الله ربي يعفو عليك لا عافاك ما تكمليش ها والله الا هاتي عافاك بلادي قلت لك انا اي حاجه يعني عاودت لك من قلبي ديالي حسينا بيك كون ما حسيناش بيك هاد الناس هادو ما بقاوش سهرانين حتى لهاد الوقيته هادي وكل شيء تيسمعك وكل شيء تيكومونتي وكل شيء تيدعي معاك كل شيء حس بيك هادشي كل شيء تيقول لك عافاك بعدي كل شيء تيقول لك بعدي عافاك بعدي كرهتي بعد كرهتي انا خصني بعد انا خصني انا خصني بعد انا ما حملهاش على الطريق ملي كنمشي عندهم البنات كيضحكوا البنات كيكميو كيجيو عندهم رجال هذا كيجيب جداده محمرة هذا كيجيب هذا كيجيب سلاطه كل شيء كيجيو كياكلوا كيضحكوا الناس كيكيو معاك في الكسك شي كلشي تيبكي معاك شي فاش وصلتي شي قلتي الهضره كلشي تيبكي هما لي كومونتير تنقراهم دابا بكيت هادي كلشي تيبكي معاك في قصه ديال كلشي لي كومونتير كامل تيبكيو انت تعرفي تقري العربيه ولا والو صراحه نقول لك انا ما كنقريش يا خي بدر انا تمنيت كون تقراي انا تمنيت كون تخلي تقراي شنو تيكتبوا لك هاد الناس هادي الصراحه انا نقرا لك بلاتي فين هي الصراحه كنتمنى ما تبقايش عافاك عافاك الله الله غفور الرحيم عافاك ما تبقايش الله يوقف معاك اختي
انت كلشي تيدير معاك. عودتك تقص من قلبي وحاولت حسينا بيك، انا براسي حسيت بيك ماشي غير الناس. انا كنت غنقطع راني بكيت اللي بكيت، كنت غنقطع من الله قويه وغنعاود قويه باش الناس يفهموني، باش كلشي يفهمني. كلشي يفهمني. يا مريم كنت شوف مريم. نعم اخي ديال بديتي زوين، عشتي حياتك كامله نقيه، يمكن غلطه ولكن وغلطه كبيره ما نكروش، ولكن راه ممكن تعاودي ترجعي احسن من الاول، راه ممكن ما تجريش وما تغويكش هاد الطريقه هادي وتقولي لا راه غنسى وغنكون مزيان. لا، بحال شي واحد تيغرق وتيزيد يغرق راسو ما تيقلبش كيفاش يخرج. انا نرجع من الاول مستحيل اخي بدر، انا راسي تيغيس. لا 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 اختي، كنشوفو مع وحده اخرى اختي قال لك ربي اذا تعد نعمه الله لا تحصوها، كاين بزاف ديال الحوايج يخليوك فرحانه وسعيده وممكن تبداي من جديد، ممكن تطلقي من هذا السيد، ممكن الا انك ديري حاجه اللي غتقابلي بها وجه ربي وما خايبه. لا ربما هذا الشيء اللي درتي كان غيدخلك للجنه وشحال بحال شويه، كاين الاخر كافحتي على ولادك، كافحتي على راجلك، كافحتي درتي كل شيء. ممكن شوف عندك يجيك الشيطان يقول صافي انا غلطت صافي خليني نكمل. عندك هاتي راه الناس كاملين دابا كلشي تيقول لك لا ماشي ديالك، هاتي كلشي دخلتي ليه القلب، راه الناس راه مولفين تينتقدوا. انا ما لقيتش اللي ينتقدك، ما لقيتش شي واحد عايرك بالسبان ولا كلشي تيقول لك لا، حتى واحد ما عايرك. شكرا بزاف. كلشي تيقول لك ما تقوليش مستحيل، كلشي تيقول لك توبي لله، كلشي راه حتى واحد شوف غلطتي راه ما نكرش راه غلط كبير. عارفه ولكن ممكن غدا تموتي، ممكن اليوم ويه ما يخليكش واحد على ود تدخل تعصي الخالق. ما تغويش وما تجيكش راه ساهله، ما تجيكش صافي ساهله وغننسى وغننتقم منه وغادي. عندك راه تنتقم غير من راسك، تنتقم من راسي وسخت راسي. وربما ربي يقدر يدير لك شي مرض، راه تقدري في وليداتك في صحتك. عندك رضي البال، انت غير الدعوات اللي تيدعيو معاك دابا هاد الناس راه يقفوا معاك. تين ما جبتيش الحال في راسك، انا ما شكاش راه من الاول. شوف من الاول وانا فغيمو عجباني قصتك و واش اللي درتي، بالعكس جيتيني مرا وناس. عندك اصحابك راه كيمدلوله ولا خايبه ولا بالعكس كلشي قال لك راكي مرا ونص، بالعكس ماشي خاصو يزيدك ثقتك في نفسك وبانك وقفتي. ما تقوليش انا تنضرب التماره والبصل وكذا لا، راكي مرا ونص، راكي انت اللي بنيتي ديك الدار وكافحتي ودرتي المستحيل على ود وليداتك، هادي راه مرا ونص. سمعتيني؟ شكرا. ديري بوجه هما الناس يقولك عافاك، ديري بوجه وليداتك، هاد الناس كاملين تيرغبوك. تخيلي كلشي تيرغبوك في لي كومونتير، كلشي في لي كومونتير عافاك ودعيوك. ناقصني اخي بدر وقت تبني وقت قال لك راه باقي الوقت باش تصلحي الخطا. الله يوقف معاك مرا ونص، غير توبي لله ربي غادي يفرحك، الله غفور رحيم وشديد العقاب الا بقيتي مستمره. ربي راه رحيم ولكن راه شديد العقاب. هذاك اللي تيقول لك انا عاميها غير نكمل، لا هذاك فاش زين لهم الشيطان واعمالهم تيقول لا لا عادي وغتنساي وفوالا. فهمتك. كاع الناس هما تيقولك ماكره الناس، العيالات كاملين تيقولك عافاك بغينا نتلاقاوك، كلشي تيقولك واش نقدروا نتلاقاوك، نقدروا نهضروا معاك، نهضروا كلشي. ما قبلش هاد الكلمه اللي قلتي انت، كلشي قال لك لا، كلشي قال لك لا نوقفوا معاك في شي حاجه الا هادي. عافاك لما ديري عقلك ها انت، انا خليتك كنتي تقرا قال لك ديري بوجه وليداتك ما تكمليش في هاد الطريق. عافاك كل شيء، شافك باللي نقية. تخيلي
تخيلي كل شيء شافك نقية، هادو ما تيعرفوك ما تتعرفيهم، وشافوك نقية وقالك ما تنسخيش راسك وما تشوفيش انت راسك موسخة وتكملي فيها. موسخة حيت شي داك البصل كنتي تتجيني راكي نقية، شي داك ريحة البصل انت هي احسن مرة بديك الريحة، احسن مرة واعظم مرة، علاش كيف حسي؟ ولكن دابا عاد خايبة بزاف كيف عافاك. انا تطليبه من عندي عافاك يا مريم، هذه طليبه مريم، مريم الله يرحم ليك الله يفرح قلبك. ما تكمليش مريم، ما تكمليش، ماشي ديار الله ينعلبو. انا نقول لكم هذه الحاجه، الله ينعلبو الحب ويجيو من عنده قدام ديك النقاوه اللي كنتي فيها. ارجعي ليها، ارجعي يا مريم للمريم القديم، ارجعي ليها. عندك حسابك راك انت خايبه لا لا راك انت مراه ونص، كل الاف ديال الناس تيشاهدوا لك، ما تعرفيهم وما تيعرفوك، تيقول لك انت مراه ونص، مراه وقاده، كافحتي على ولاداتك وراجلك، ولكن لا ما تكونش النهايه هكا، كملي. كل شيء الناس تطلبوا النوامر ديالك، اقسم بالله كل شيء عافاك بغيتينا نمرت انا نهضروا معاه كل شيء. لا 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 ما نعطيش، لا ما نعطيش، ما نعطيش نمرتك الله يحفظك. لا 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 ما تخافيش، زعما غير فهمي، شوفي الناس كي دخلتي لهم القلب وهم قالوا لك لا اي حاجه احنا معاك. كنشكرهم فهمتي، كنشكرهم بزاف، كنشكرهم بزاف بزاف، ولكن هي سمحوا لي ما نقدرش نعطي النمره ديالي لشي واحد. لا 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 حيت هذه النمره اصلا ولو تبغي ما نعطيوهاش، ما نعطيهاش، ما نعطيهاش، كوني هانيه لمرتك، مرتك تبقى عند لي زادمين فقط، ما غتكون عند حتى شي واحد، واخا يطلبها لاي واحد، واخا يعطيونا 100 مليار. شكرا شكرا، ما تعطيوش النوار مو بغي الموافقه ديال الشخص، ولكن عافاك دابا انا تنطلبك. انت مراه ونص، الله يسهل عليك اختي، الله يعفو عليك اختي، تبعي مع شي طبيبه. واش تقدري توعدينا ما عمرك قدام بينا هانتي، هانتي تقدري توعدي هانتي ما تقدريش تروحي خبوك ما تعاوديش ترجعي، ولو يكون انا انا بيدي ما كنحملش ديك الشيء، ما كنحملش ديك الطريقه هذيك، ما حملت حتى شي، ما حملت حتى شي تشويش، ولكن انا ملي كنسمع ديك الضحك ديالو وديك الهضره ديالو وديك حيت باطيو كلشي كيتسمع عندي بصح بلا كان عليك باطيو مغلوقه، باطيو كلشي كيتسمع، اي حاجه كتسمع وهي هذيك زعما كتبقى تضحك وتهضر حبيبه. كوني قوية، كتقتلني، كوني قوية، شوف أنا عارفة قاصحة عليك، كنقولها نخرج أنا، لا لا كنقولها تانا إيش حياتي، ولكن ما كاين حياة ما كاين والو، ما كاين لا حياة ولا والو، كنقولها نطلقو ونمشي بحالي بحالي، كنقول دابا يرجع لي ليه وما صغتش بيه، كنقول دابا يشبع منا ويرجع لي ليه، شوف مريم مريم ولو كنقول دابا يشبع منا عندي. مريم 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 أنا مريم 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 كاينين بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الحلول الا ما تعصيش ربي. صعيبه 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 ديك الطريقه، صعيبه صعيبه، وخانسه خانسه 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 خانسه، كل واحد شنو يقول لك اعمل ليها، اللي يقول لك اعمل ليها هيدا، اللي يقول لك اعمل ليها هيدا، ديك الطريقه خانزه خانزه، اخويا الطريقه هي هادي، اخويا الطريقه خانزه بزاف، ما حملتها شي انا. شو خايبه هضر نقول لك واحد الهضره، كاين الناس كنسمعو كيقولو كيعطيها فلوس ولا مقابل، انا هادي ما عمري طحت فيها، عطيني نعطيك، ما كاينش عطيني نعطيك، ما كاينش انا نشبع نعطيك 300 درهم ولا 500 درهم بلا مقابل،
انا هادي ما عمري شفتها، انا شفت هاد الزمان عطيني نعطيك صافي. اما تقول واحد هتفرغ عليه قلبك وعاد كده سماه وعاد هاديك والو تينا كتشكل تعاود بلو كتلك، هو بالو في حاجة اخرى ما بالوش يهتم عاد الدنيا اصلا، مسوق لك شي اصلا، قالك لو قالك هو بالو فيك حاجة اخرى صافي. عاودي يا هادشي ربي اللي شفت راه شوفنا في هذا الزمان. عاودي يا ربي، عاودي يا رب، ربي هو اللي اخوتي كنبغي نعاود لهم كيبقاو يلوموني، اخوتي كيلوموني انا كيلوموني، حيت انا اخوتي مالين في راسو كاينه اللي معايا كاريه ويا مالية في راسها، كيلوموني انا كيلوموني، قول لي انتينا السبب انا السبب انتينا السبب، حنا كنا كنقولوها لك وانتينا ما كنتيش كتسمعنا. اللي عطى الله وهذا خير ما دار، هذه هي القصه ديالي وسمحوا لي بس. مازال ما جاوبتينيش يا مريم، توعدينا قدام هاد الالاف ديال الناس اللي غيسمعوا القصه ديالك واللي تيداو معاك واللي ما بغاوش، توعدينا ما تبقايش قدام ربي، نوقفوا قدام ربي عافاك. صافي انا اصلا ما حمدتش ديك الطريقه، واش انا الحل ديالي غنرجع غنرجع للشركه ديالي وغنسى هاد الشيء هذا صافي. حلفي لنا بالله، حلفي لنا بالله وغادي نوقفوك. شوف شحال واحد غادي يوقفوك قدام ربي، شوف شحال شاهد عليك. ادعوا معايا الله يعفو عليا من هادشي هذا، انا والله تعنرجع الشركه ديالي والله، انا اصلا كيعيطوا لي الناس وكيعيطوا لي الشيفان كيعيطوا لي كل شيء، غنرجع وغننسى هادشي هذا صافي. انا ما حملتش على الطريق هذا، لا والله لا والله ما نمشي لديك الطريق، انا ديك الطريق وسختني وسوستني، تالوسوس وسوستني وسوستني، ما كنعش شي بالليل، بالليل انا بايتة فايقة سقسي لادمين بشرى كسد الليل وانا كنصيفط لها في الاوديوات، لاربعة الصباح وانا كنصيفط لها في الاوديوات، صدعتها صدعتها، كنشكرها بزاف كنشكرها بزاف، ها هي تقول لك لاربعة الصباح وانا كنصيفط لها، ما كنعش. نقول لها اختي انا النعاس ما كيجينيش، اختي ما كيجينيش النعاس، انا ما كيجينيش الناس، انا الناس ما كيجينيش، انا الضمير ديالي كيعذبني كيعذبني الضمير. تقول برافو لديك النساء اللي كيخونوا الرجال ديالهم وكيجيو لديك الطرطاره باش يقولوا النهار ديالهم ويقولوا الرجال ديالهم انا خدام وكيمشيو كينعسوا مرتاحين، زعما برافو لينو. انا ما نقدرش نعس، انا نعس الضمر ديالي مقيل، انا في الطرطار ومشي نعس قدام الرجال ويجيني ناس ونشوفو في عينو، والله ما نقدر. انا سمح فيا وقتلني وانا حيه وهيداك وعذبني الضمير ديالي، الضمير ديالي عذبني، انا ما كنعش دابا بدر صاحب لك على النعاس، والله ما النعاس كنبات نتقلب هيدا، كنحلم كنحلم كن كان بات مخلوع على بدني عيني نضربني فيها لان الضمير ديالي ما مرتاحش ما مرتاحش، كنقول نمشي نتوضا ونصلي، كنقول شحال نصلي شحال نصلي وانا مصحى، واش انا غنغسل الوعد مني مصحى شحال نصلي، ولا ديري ما مقبولاش يا غيطر. انا كنقول لراسي كنقول الصلاة ديالي ما مقبولاش، واش انا قيالة عند المرأة؟ نعم اخي ديالي اختي. عندك دابا ألف فرصة باش الباب ديال التوبة راه محلول ياك، واستغفري الله ربي تيقول لك شوف يقبل التوبة النصوحة، الندم على ما فات، ما انت غير اسمعي الندم على ما فات، ما تمشي الندم وما تكمليش فيه وما عمرك تفكري تعاودي ترجعي ليه، هذه هي التوبة النصوحة. دابا عليك الآلاف ديال الناس غيوقفوك قدام ربي، شوف شوف ربي يجعل لك بان الالاف ديال الناس يكونوا شاهدين عليك يوم القيامه، يقول لك ما ديريهاش انت نقيه، الالاف ديال الناس في هذه اللحظه تيدعيو معاك وتيقول لك غير بعين مستجابه. شحال واحد بغى يقف قدام ربي راه فاش يسالي الله راه توصل حتى المليون واحد يتفرج فيك، حتى المليون ولا اكثر من مليون. حتى انا دائما كنسمع القصص ديالك دائما خايبه دار. يسمح لي بزاف نسقسك على واحد السيد قصة ديالو أثرت فيا بزاف وبكيت، أنا بكيت يا شحال هذا قديمة شوية شوية، أنا نسقسك على النهاية ديالو ما عرفت شي. كي يوسف اللي قال باع الكلوة ديالو على شي وحدة ودخلتو للحبس ومسكين كيشوف شي قصة راه شي ربع سنين دابا باش داز معايا، نتمناو إلا كتوصل توا يقولنا شنو الجديد ديالو، وما كانش يشوف ياك إيه
هذا هذاك الشيء يشوف. يعني كيت قسما بالله كيت ما شوش الادمين قسما. انا الموقع قليل عندهم الرقم ديالو، نتمنوا نتمنوا الى كان يتواصل معنا. مهم انت مريم، نعم انا غادي نزينوك قريبا وبغيت نلقى مريم واحده اخرى، نتمنى تعيطي ان شاء الله. واخا ان شاء الله واخا. شكرا فريمون، تنشكرك بزاف قبل ما وكنشكر كل شيء داير معاها، عافاك لي كومونتر كل شيء خلي لها شي داير. شنو بغيتي تقول يا مريم؟ كنشكرك بزاف على هذا البرنامج وليدي الشرف اللي قعدت معاك، وانا خويت قلبي الله يكبر بك. وانا دائما كنت كنتصنت لك قديم، كنت كنتصنت لك وعمري نويت انا وصلنا للمرحله هذه وانا عيطت لك. وعن ولكن ان شاء الله غتعيطي لنا المره الجايه كما عيطوا لنا وفرحونا وقالوا لنا باللي بدينا حياه جديده، حتى انت ان شاء الله تعيطي لنا وتفرحين ان شاء الله يا ربي. شكرا بزاف، شكرا لك مريم لانك شاركتي معنا. شكرا شكرا.